وكيروس أسفها بتاع مسقنا يقبو زي ما زي قبونا تزغاخر زي ما يا نقول لكم قاعد أحمس أقول لكم تمدى بالنقفات أبو أمبر سنتنا دينو نيتورك قويت أم مبرهتو يقدم الله قويت أم نباح مرحبا مرحبا كبرة ذهاب اللي نزخلص أبو خليو سلطة كيروسي الزارة بيسانيحو كنك أدر فيو نابلكو أب حساب أهتي يسانيحو كلكم مقعد حن مساكم أجايو كم زعدر رخيبنا بزعبات هلو خناتاتن بزعب هاجرنان إهن مهن كن بهال لبونا بزحات كي إلاتات كن كسبن كن سرقن مجمريا أبتي أنونسمنت تاريخون كنكم ني حابتي هبرت أمباسادر هبرت أبتي ليست نيرا أجات أم خوينجن ناي فاميلي جلز تقود أم سلز ترخبة مردئ سلز أجات أما كتمسأل ناي كالتن بهزوت بهوخ جن أزغير هبو حراي لنا عوت من أسي عوت مسانا له وي مسانا خذلي اختيار إخوانا له جن عوت صحي مسانا خذلي مسأل قباب بلا نحنا قدام قدام مبزحت إجزية مدباتنا نسرق نيرنا كن مسجل لما دبات كالي سلستنا قوس أنا نسنبت كن قبرام استسمع معنا منظم كلوز بحنسة أن نسرح زلنا صبوق سمم معك عزلنا جزع كفوت زاتي ما أد زاتي كن حتى ما لنا مسبلنا زغير هابون فقادين يتات كوينهم كلهم كأمسانا لو ولا بتمم حدار يحقزنا لو أي كيف زحالكم يا جنكا لومي مسانا زهلو نتي عميق فلتتهم ككافلنا نحنا تراي زي كونس نحنا الناس فحنا يون نخالقوت ريكورد سلزخون نخالقوت كأستم هروخ خوني زبل قمتات الميزان سلزلنا هاجر لخي زخون ولا قوى وحدات النمثل بستأكبنا انتبلنا يو بميديا تزرقاح سلزخوني أجايو هبت غايو مبار ب عوض صحيح أبتي ناي ميديا ناي يأكل ناي يأكل foreign relations زمدنا وصح زمدنا تات حالة في زلوي أبزي خلي مسانا مسؤو حوي عقبازجي كابتو مجمريا الرايز بولونا عقبازجي دبوس بودب درجة نمرح خيط سنحين نوح وانات أبقى السن فالت أنا سورة خاب سعوديات حسكا سبب زي أوروبا سورة بايتو ينيم إت إنا نفالت تبقعات تحسون نفلتو لنا حوي ولد يسوس عمار نوح عمتات أبو أمبري نوح عمتات مؤهلستي هجون أب ناي فورين ريليشنز بحنسا كاب نحنا دارجا خنقو بزن كلنا تحيزو بجازت انينتا بأديس أبابا يونيفرسيتي وديو اب كالسي كاب على بيروت تحيزكا نيو نجو نابل خساب حجي خساب حجي تسفا خيك ورس ايه سأني عزك على زلو ما خاب وقعتن بأفلوتون I think كاب وبزي واحد هو اسماعيل علي ما قالستنا نوي حمتات ولا كا ود بي ود بكاب قال وانات انت تفعل علينا اتي بقعات تعامي انا سي كوكوبز نكل لخوت حيزه اب بوليتيكا وعالم كوكوبز كل لخوت حيزه تنا انجلش كونتريبيوشن ناتو اب صحفاتنا هي تقعد لحن اير ترانسفولتو ان سانا خلي لو مشت نقولو اتاميرو مودريت زغبرلنا حوي داويت غرامس قاليو داويت قرا مسقل ندعي فتوان يوم سأل وانبر ثم
وجل عسرته انه بلوم بوليتيكال بقعتهم مرحتنا زنبروا ميدا مايند يو اي بس دهون قطرن كلنا بعلانه كاب اسمرا يونيفرسيتي كاب اسمرا خوصن كلو كل تتمهرتي ها هو زبهال وديهم بقعات كما قلت خيلهم نعانا مهرنا خبز خالو سبي ما خبت وان انت تدأز بقعات زنيرو امسي ابز حلفه 4 عمد انت وسخهم لله يخاطب unless someone is dead مسو امو داتا اي نو حالكم ني حوي جرماي زاميكيل you don't need ناتي مجلسي بقعتو contribution ناتو ابز قال سنا من هذا ابزي زوم عالم مسمسه انا هبتامي خاب قردات حزي اسفلتو بحانسا اميدا اب سوشيال افيرس نيرنا بحانسا ان دنكل تمديبنا بحانسا ان السودان مسينا بحانسا اب سعوديه نيرنا بحانسا ني اوروبا مسينا اب جرمان او عاد انجليز ولا تخونا ايفري فيستيفال انتو حدنا اي بي دي بي نرخب هبتي سقا اي ريلي حقوس يا كلكم كل زلكم كتكافلنا ممساكم تسفى قبر اللي لا يكون انك محجز قبركم انك every day counts تي كالسي ان امريكا ام تحللها في سلازلنا الجهم ابزي حلكم خوني يا غريتا ناب حوي داويت كساقركم يا حوي قرمايك بمترقوام كتحاقا قزلنا بزك المتن تي 4 سبات سلازلونا እቲ ግዜ ማኔጅመንት ተሓገዝኩሞ ንሓወይ ዳዊት ፅቡቅ እዩ ጥዑም ምሸት ካባይ ወዲእ ኣለኹ ሰላም ከዓ ዳዊት ስማዕ ኣሎ ሰላም ሰላም ንኩሎም ከምኡውን ተዛተይትና ትምልላይ እኳ ጎይቶኦም ስለ ዝወድኦ ገለ ስራሕ ሰሪሕለይ ኣሎ ይቀኒለይ ግን ክጠቕሶ ዝደሊ ነገር እንድሕር ሃልዩ እቲ ንዓዲምናዮም ዘለና ሰባት ናብ ብዙሕ ጉዳያት ዝዝርጋሕ ዝተፈላለየ ተመክሮ ዘለዎም ኣብ ነዊሕ ግዜ ኣብ ቃልሲ ዝፀንሑ ክኾኑ ከለዉ ምናልባት ሓውና ዓወት ኢዝ ማች ያንገር ካብ ኩሎም ግን ካብቶም ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ዝዓብዩ ዘለዉ ሓደሽ መራሕቲ እዩ ባህላየ ብዙሕ ነገራት ዘጠቃለለ ተመክሮ ሒዞም ዝመፁ ኣሕዋትናዮም ናይ ሎሚ ኣርእስትና ህልው ኩነታትናን ኣንፈታት መፃኢናን ክገጥመና ዝኽእል ግድሆታትን ከም ተቃለስቲ ንፍትሒ ንምግጣሙ ዘለና ምርጫታትን ዝብል እዩ ብርግፅ ህልው ኩነታትና ክንብል ከለና ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ጉዳያት ዘጠቃልል እዩ ግን ናይ ሎም መዓልቲ ኣኼባና ዝያዳ ኣፍራይ ንክኸውን ኣብቲ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ንልዕላውነትናን ግዛኣዳዊ ሓድነትናን ዝፈታትን ወስታታት ናይ መራሕቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ዝውርዘር ዘሎ ወስታታት ዘተኮረ ክኸውን እዩ እዚ ርእስቲ እዚ ከነልዕሎ ከለና እቲ ከነረጋግፆ ንደሊ ነገር እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቁሩብ መብረኸብ ብቀዳምነት ከመይ ናይ ሓባር ኣረዳኢ ይህልወና ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዩ ንምንታይ ብዙሕ ዝብረቕርቕ ዝበለ ነገራት ኣሎ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ከዓ ኣብ እቲ ትቃለሰሉ ትደሊ ነገር ንፁር ኣረኣያ ክህልወካ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ልክዕ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ዘረባታት ዝገሃድ ዘሎ ምውጣጣት ከመይ ንርድኦ እዚ ከነብርሆ ንደሊ ኣብ ክትዓትና ከም ናቱ መቐፀልታ ከዓ
دايتي بتقبار دقات من نازل لمخدتات راح تزرواني كونسي بتقبار أبايتا كاب سميت وطينا بلقر انتايتي قد ما نازل لمخاته من تصارو كم ناتو مغد سلطاها كمين مكتو كمين مكتو نزقات من نازل لو شك قدلات أبزي من الوقت ناي ناي تبقى ناي ارتران موتات راح زيكونا كال بعتها لو وبفلاي أبزي جيزي كم تعاومتي خمدلي تنفتحي ناي سرعات لوتي ويكا ريجيم تشينجز بال روحتات كل على كله زي مسي تبقى زقات مزلو موتات نات سرعات بقدا إلى النت ويكا زاتا واحد النت زل علو متصاعدات تالو في اللي زي متصاعدات تزي نتقاومو أب زيد المقالات كسعب وصله زخل وش تزخون تاتي كمي نمكت بهذا شنخ لو نتنا نقدر واحد نتنا ندخل خلنا بهذا شنخ كغميتي نلوتي أو هاجرنا زبل تروحنا كي تداخمه لو تنممتع كايت زلو ألسي ندهري كي تبلسي قطل يخل أبزو قدايات إذن دهيرات بابلنا هنزارا ربكيلنا I think بزو حنا غرات كان راقت نخلينا بفي اللاي في اللاي تمودعته ناي تقاوم حيلي ويكأن فتهن ديمقراسي زكالس حيلي كمي سوتوم مسرع هيزو كسقوم يغل وهذا مغلول زخانة وفيها هم قبروا اللي نغال أدلات الله بحالتنا كم تلمودتي أكايدا ناي مدبنا نتقدم هاي 3 ساعات تزاتيتي أنا بزغرب الله محتوتات زهبنا ملسي لا سمعنا هنك تصلينا أبز مجد أب جوزون عايزي 3 ساعات زي من البات أقداسي تقولوا مس تزخيت زي اللي خطعت متأسسار زي اللي هو حتوتات مستغرب وأب شات بفيسبوك يغون ولا بزوم كان أربل تحتون تزاتي تغن أربل لهم نغالينا بحريد إن أغلب 9 ساعات كنت حتصير عرفته ناسدينا بحريو ناب كفوت ناي حتون ريتون جيزي خناتوينا hopefully أفراي ناي زت معلتي خدور لنا مو إذا دحر مبال ناب تندق داينا خناتوينا أبزي من الوقت مترقام ذات لي أنا قرن دحر لي حاونا قرمائي ذا ميكيال اللبزي أنا متعبار ونا مسجلنا ناب سرحنا ناتو مو ناب حتوي كأتوي تا قدامي تحتوي كم تغلاتنا عن سمعت سنحنا قدامي منستر نا إتيبيا ناتي داخيمو ترسيعو نبلو نبرنا نا إتيبيا نسامين قتم تمات ناي بحري محلفي راح زي كونس قزاتاوي بتصحني ويكا تريتوريال كليمز من زلالة لزلو قدايو انت تقديدناون بسلام راح زي كونه بحايلي انبتحوه خمفتنا زرباتات من يسمع حالة حالة قزيون نا بحايلي مالتنا يكونن بسلام انا انبتحوه كساب زكالون ناي ربحا ان كان هاوان بزهلوا جبابون نايم بتاح فتنة كلو مغانون يتكس قن زي بزح تواقع عن أقرات بوغن مراحز هن سمع خلنا بتواصلي كاب إرتراون كاب تياب سلطان زلو مرهنت ويكا نتهاجر دم حضرت الله حيلي نازي وستاتا تزيز بكا عنو تصور وقعو ملسيز توهبي يلا
ما أبكر مزي كنا داتزي مستخل زلو أخول حبريتها زي مهلاو بغامي نحن ردو أو شنتاي كنا داتي نازل لنا نازل غرب ما برغبنا I think بحاول ليسوس عمار كجمبر دلي أول ليسوس زهجي وغان إتيبيا زقاتم زلو نتات بخامة يكون ردوه نخل حتى رابلك أو شتي حمش دايق أكل جزء نهات كاريتو التحف كان من نتاخي وانا المخفات كي نوحو نقدر ما يقدر عدل هب وحاسة تراينات مأتوي اللي نادي يقن مترقام صبوت حتى يا تم الاختنا ازوم ابزلنا ترى زي كونس بدحري جخصم هو وخزلو مسل زلو هو اوكي هراي 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 يا هزي الله نالوا اوكي سوري بعد كتصل قرماي ميوت الله ميوت الله قرماي سوف أبدأ من الكلام الذي قاله الأخ غويتوم. أولا أحيي الجميع اليوم لمجيئكم لهذه حلقة النقاش التي ستدور ساعتين، وهي طبعا بعنوان السيناريوهات المرتقبة والمحتملة وسبل مواجهة التحديات المتوقعة. طبعا هذه الأمسية كانت سوف تحضر معنا السفيرة حبرت، لكن لظروف اجتماعية لم تتمكن من الحضور، وبدلا عنها اتصلنا بالشاب حبرت سهاي وقبل مشكورنا الدعوة. أما عوض صحيح. عوض صحيح وقبل الدعوة، وكما نشكر أيضا منبر الحوار طبعا لإتاحة هذه الفرصة لكي نتحدث إليكم في هذه الأمسية. طبعا نحن في الفترات السابقة كنا دائما نعقد اجتماعاتنا في يوم السبت، لكن أيضا هذا لم يكن بالاشتراك كل الذين يجب أن يشتركوا. واليوم طبعا أنا حأبدأ بالشاب اللي هو سمرت، وهو من الشباب الذي نأمل فيهم كثيرا. وأيضا ضيفنا الثاني هو عقباس قدبوس، وهو عوت من عوت عوت الشباب الشاب عوت عوت ولا حبرت عوت، عوت أوكي عوت عوت الشاب عوت. وأيضا المناقش أو المتحدث الثاني هو عقباس قدبوس، وهو من أحد قيادات التنظيمات الإريترية. وأيضا بعده والديسوس عمار، وهو أيضا الكاتب والصحفي والسياسي. وإسماعيل علي أيضا هو الصحفي والمؤرخ والناشط السياسي. وحيكون في إدارة هذه الأمسية الأستاذ داويت جبر مسكال، وهو من مدرسي مدرسة الكادر في جبهة التحرير الأريترية، وسوف يقوم بترجمة إذا كان استطاع شخص الضعيف. أما اليوم طبعا نحن نجتمع هذه الأمسية ومعيتنا أشخاص مخضرمين في النضال وشخصيات لها تاريخ كبير، ما عدا الشاب ممكن البقية، وكلهم من كوادر الجبهة. وأيضا كانوا ممكن أن نقول أنهم منادلين مخضرمين. والموضوع هو مثل ما وموضوع النقاش هو حلقة أو حلقة هذه النقاش لهذه الأمسية، هو كما ذكرنا هو حول أوضاعنا الراهنة والسيناريوهات المتوقعة والتحديات
وسبل مواجهتها أو سبل مواجهة التحديات المرتقبة. هذا هو موضوع كبير، لكن سوف نركز في موضوع الذي هو موضوع الساعة، وهو موضوع كبير، ولكنه علينا أن نركز جل اهتمامنا حول التصريحات التي صدرت من الإثيوبيين، وبالذات من رئيس الوزراء الإثيوبي، والتي تستهدف استغلالنا وسيادة أرادينا. فعليه يجب التركيز في هذه المسألة، في هذه الأمسية، في هذا النقاش، وكيف يتم مقاومة وهذه التهديدات والتجاوزات وكيفية التصدي لها. يعني وهذا التهديدات تأتي في نظرنا في الإطار، ليس في الإطار الإثيوبي فقط، بل إنما يجب أن نراها في الصورة الكبيرة في إطار التصريحات الدولية أو من دول أخرى التي تصدر. فبالتالي علينا نود أن جل اهتمامنا، والمهام الذي سنقوم بها هذه الأمسية هو إبراز التحدي لها بسواعد إريترية مشتركة لكل التهديدات، سواء كانت تهديدات إثيوبية أو تهديدات دولية التي تطال أو تنال من سيادة واستغلال إريتريا. والمتحدث الأول سوف يكون الأستاذ ولديسوس عمار، والسؤال هو: تجدد أوضاعات مع إثيوبيا في الأراضي السيادية الإريترية، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي المؤخرة التي تتجاوز ليس أطماع في إثيوبيا، بل تدعي أن حقوق إثيوبيا في الأراضي الإريترية. تفضل. سيد جرماي ما ضعيف، يا ريت نفس المستوى. شكرا قصد الوداع عمار. كميتها يا تعيسوس أني حمو تجمري يا داويت هراي قال يغني اللي نقول لخاتكم كاس سلامتاي يغرب مالتي قايش كنين سمعونا حجو خناد حجو انك سمعونا في يوتيوب نزل لهم مالتي قول لهم انه خل اتناشا قلت لزغونة قداي عبي قداي يخل قزية مالتي بي كاب مجمري جميل خندي غين دقيم عليان كاب قد فنا سمانيان كلتن عمد كينو تقول صقمات كان عايزة قداي زي عايز بحري مالتي بالنات بحد حرستاي زغير مني حرستاي شقاطاي مالتي حرستاي شقاطاي كاب مقارح زبها الموتامت نخرن مش عند شعات تميتن سساني احنا خاب مشت يقفلنا اي فلطوني يتسقميو جن تأثيرهم نيرهم مع محمد عمر يحيى مع الحاج عمر تأثيرهم نيرهم ناي عبر شوعاتي حجيبو أم كنزارة بتاني هنا الزخول اللي تقابلو زلا زابا حد زياري بلتي على السايمان كاب زابا حد زياري نحيقنا فتيرنا تنخون محشنا نيري بلتي كل قزية تذكرو تي تقام ناي بحري زترف اي نبرن يدخل مسكوات تاتنا دهر حجي ونكم اسألنا زخل تقامات ناي بحري اللي نحنا بعبي لبونا بمقرب بفتوت مسكورة بتناخ النبر انت زيك إلنا تسقم قصاليو تي أبزو بلوز اللغة مالت بزح عندي خزير ربو اللغانيو زي أزي بزح سيناريو تاتي خزير ربو اللغة تقداي مالتيو كإلاتات ون تعمي زمسقنو أحوات ون بعل دهاي إريتراها تسمعوها زلوكم لا مالتي وقت سلسة قزية تملالي صوم دبلو تي بحري نبزوح نقراتي قومو زلو أبي ناب نزال علو زلو بوليتيكاويو قنكا ناي لبومي غا زخون إثيوبياوي إذا بحري زيها كملس زيد اللي يلن ዝኾነ ኤርትራዊ ከዓ በዚ ኣብ በዛ ባሕሪ እዚኣ ዘይፅገም የለን ማለት እዩ እንታይ ፀገም ረኸብና እንታይ ክንገብር ኢና ዝብል ሻቅሎት እዩ ማለት እዩ
ስለዚ እቲ ተባሂሉ ዘሎ ወይ ከዓ ዝበሃል ዘሎ ክመፅእ ዝኽእል ምዃኑ ከዓ ክንፈልጥ ኣለና። ክንርዕድ ወይ ከዓ ከነፈረ ከፈራርሑና ፅራይ ዘይኮነ ንሶም ዘይጥዑይ መንግስቲ ብምምፃእና ዝመፀና እቲ ጉዳይ ልውላውነት ሃገርና ዝሕልወልና ዘይብልና ብሰዓት እዚ ምክንያቱ ድሮ ጠሊሞ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ንሕና ከዓ ብሕመቕና ክንሕልዎ ወይ ከዓኒ ከነስማዓሉ ዘይንኽእል ደረጃ ዘለና ምኳንና ብኣዝዩ ኣዝዩ ዘሻቐል ጉዳይ እዩ። ስለዚ እቲ ሕቶ ናይ ባሕሪ ንዓና ናትና እዩ፣ ክንሕልዎ ዘለና እዩ ማለት እዩ፣ ልኡላውነትና እዩ። ብዝኾነ እቲ ፍትሓውነት የብሉ ኣይነበሮን ኮሎኒያሊዝም ኣምፅእዎ ብኡ ክትነብሩለኩም ተባሂሉ ከዓ ተወዲ እዩ ማለት እዩ። ብዓበይትን ብንኣሽቱን ብውድባት ድኦም ማሕበራት ናይ ዓለም ኮነ ብኣፍሪቃዊ መሪሕነታት እውን ኮነ እዛ ጉዳይ እቲ ኣታሪክ ዝሓሸት ተሰማሚዕካ ምንባር እዩ በዝለና እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትልውጦ ኣይትኽእልን እያ፣ ሪቨርስ ክትገብሮ ኣይትኽእልን እያ። ነቲ ኮሎኒያሊዝም እውን ሪቨርስ ክንገብሮ ኣይንኽእልን እዩ። ኣንጃስ ብምኳኑ ክቅፅል እዩ ማለት እዩ። ግን ተሰማሚዕካ ምንባር ስለ ዘሎ ዶክተር ኣብይ ረሲዕዎ ዘሎ ክኸውን ዘይክእል ነገራት ኣብ ምግባር ኣትዩሎ ማለት እዩ። ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ዓለም እውን ዝቕበሎ ኣይኮነን። ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንፈልጥ ዘለና ኣፍሪቃ ኮነት ወላ ምዕራብ ወላ ኣሜሪካ ከይፈተወቶ ኢና ንሕና ነፃ ወፂኢና፣ ኩላቶም ከይፈተውዎ ኢና ወፂኢና ዘለና። ሓደ በቲ መስዋእትታትና በቲ ፅንዓትና ዝነበረን ክቅፅል ዝኽእልን እዩ ማለት እዩ። እቲ ጉዳይ ከዓ በዚ እንተዘይተኸደ ምስምማዕ እንተዘየምፃእና ምስቲ ጎረቤት ወይ ከዓ ጥዑይ መንግስቲ ዘይምግባርና እቲ ፀገምና ከም ህዝቢ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እታ ዝዓበየት ሻቅሎትና ዳዊት ናይ ባሕሪ ፀገም ነባሪ ምኳኑ ፈሊጥና እቲ ዝዓበየት ፀገምና ንሕና ዘይበቕዓና ዝበቕዓና ድ ፈለጥኩን እምበር ዘይበቕዓና መንግስቲ ዘይበቕዓና መሪሕነት ሒዝና 32 ዓመት ድሕርና ፅነት ምፅናሕና እዩ። ስለዚ ዜርካ ዜርካ እታ ጉዳይ ኣብ ነፍስና እያ ትምለስታ። ናይ ንባሕሪ ከመይ ጌርካ ተመሓድሮ፣ ነቲ ፀገማት ከመይ ጌርካ ትሰግሮ ንዓና ዝምልከት እዩ። ዳዊት ኣብዚኣ ብፆት ገትፈሎም ኣለካ ወዲካ ኦኬ ኣወለን ሓይ ልጀሚዕ ሃذ ከላም ኣይደ ኣመል ኣን የኩን መስሙዕ ልዮም ኣይደ መስሙዕ ልልሙስተቅበል ለኣን ሰውፈ የኩን ሙሰጀል ወይውዳዕ ፊ መነሳት ተዋስል ልእጅትማዒ ሃذ ልመውضዕ ህወ መውضዕ ከቢር ምንዙ 82 ሰነ ምንዝ ክሩጅ ልኢጣልይን ወህወ ትላዝምና ሃذ ኣልሙሽክለ وأنا يعني أتذكر قصة في عام 1960 أتى إلينا تاجر من جنكرين إلى كرن وكان في ذلك الوقت تم أسر بعض أخوة عمر يحيى وآخرين من أصدقائه فقال لنا هذا التاجر إنه مشكلتنا الكبيرة أو مشكلتنا الوحيدة هو البحر لو كنا خلقنا بعيدين عن البحر لما واجهنا كل هذه المشاكل فبالتالي مشاكلنا هو مربوط بهذا البحر وهذه الأطماع سوف لا تنتهي سواء كانت أطماع في البحر أو في أماكن أخرى إذا لم نحاول أن نعيش وإذا لم نؤمن العيش بسلام مع بعضنا البعض مع جيراننا هذه المشكلة سوف تستمر ما قاله أبي هو في صدر أو في تفكير كل الإثيوبيين لا يوجد إثيوبي ليس لديه أطماع
في البحر، ولا يفكر أيضا العيش بسلام مع جيرانه، حتى أن يستفيد من الأشياء التي يمتلكونه جيرانه. لكن هذا أيضا يأتي ليس لسبب هذا، لأنه لم يكن يتجرأ رئيس الوزراء الإثيوبي لو كانوا حكامنا غير الحكام الذي موجودون اليوم، ولو لم يكن ضعفنا أيضا بنفس المستوى الذي نوجد فيها نحن كمعارضة، لأنه نحن كمعارضة أو كإريتريين نحن حراس هذه البحر وحراس هذه الأرض، لكن لو لم نوجد في وضع التي يمكننا أن نحرز. طبعا كما ذكر من أطراف دولية كثيرة أن العيش بالسلام هو الأفضل، هذه النصيحة أيضا يجب أن تسمع من الإثيوبيين. لا يمكن إعادة أيضا عقارب الساعة إلى الاستعمار، إلى الفترة الاستعمارية. ولكن أيضا نحن يجب أن نأخذ أيضا في الحسبان أنه تم استغلالنا دون إرادة الآخرين، فبالتالي هذه أيضا تجعلنا أن نتخوف وتجعلنا أن نفكر مليا لما سوف يحدث إلينا في ظل الأوضاع التي تعيشها بلادنا. لأنه المشكلة الكبرى هي لأنه نحن لا لن إريتريا لا تحكم بأبنائها الذي يجب أن يحكمونها، فبالتالي هذه هي المسألة الكبرى. ففي ظل وجود حكم لا تستحقه إريتريا، ولا يفكر بمصالحها، ولا يفكر ولا يهتم بشعبها أيضا، الآخرين سوف يذلوا يتطاولوا ويتعدوا، وليس بالتصريحات فقط أيضا ممكن يتجاوزوا هذه المسألة للوصول إلى النيل من أراضينا وسيادتنا. فالمسألة هي مسألة أنه يجب أن نكون نحن بمستوى أن نرتقي إلى مستوى نحرس بها أراضينا، وإلى مستوى نعيش بسلام ووئام أيضا مع جيراننا ضمن علاقة الجيران الطيبة. وهذا هو المخرج الوحيد من هذه المشاكل. اكتفي بهذا القدر. Thank you, Girmay. Well, good day, Bahri. Gala gala shanagatu. Naana ham tsaga. Wala anta kone. Gala gala shanagatu nai. Shigratna nai abet shigratna minchun. Iyo sladi. كب بحرير هنا عن كيد أين خالني ناقن نزش الجريزة خمين أما حدرو يتغنى نقر I think ناي والليسوس ملسي بتي بسانكي ناي بحري مسا غير زي ما الله ناي تبعوين كل جزء قبل عليه ناس فترة شجرات انت دا وقبو خنا محاضرة زي كيلنا شجر كل جزء كهل ويو تتقام ناقن في اللابس جزء زي نازي قد زي بقبو كم محاضرة زخل سرعات تاب حاجر نادي مهلا ويو لازي in the long run هو بتي كايدانا برقت كماي مسجورة بابتنا سلام نفطر كماي إذا قدايزي في الله يزينا أي بحر مسجري مسجدار ناي تبيا كماي بقبو ملسيرك زي of course أبتعتي ناي على أنتنا نجزأت واحد أنتنا مخبار مسرت أهورا حقتات كم حاضر ذا اللويو
قال نفتوه نتوعي حجي أب كبابينا بفلاي أم مانغو إتبان إرتران زخيد لنقر قرب زاد تحساسب نقر كوين الله من البات نقل قل شنخات ناي وق مولع نقر روحكم زي كون هيك إمين أنتم خانو بزو حزار قال يا أبون كاب بحرياتنا يا أبي تبقيسهم بزوح كزارة بس لنسمع كم حدا خارت هلو لواتو قيرم قلت وصف تقوله كاب زو تعاون من الوقت نتبي تبقى هذا اللي هو كد ناي هزبي أغلبو نمسقال زل عال اللي نقدر ونكخوني خير زبل الله يعني حجي اتي حاول لسوز تغاسو in the long run انت هنقبر بركم زلنا ابوتو اخوينو نازي حجي زادات من هذا اللي شقر بخمين عن ردو ازي ناو قرين انا خيد لنا ويس تي ناي ابي زرابا خالح علاماتات اللي قرب ابزر اذا خطبنا تخيلك عباسقي نعاف عد لك بكر اللي اوكي نشكركم بعد زياده بركه هراي هراي اوكي حسب وفقا ما ذكروا تلخيص للكلام الذي ذكره الاستاذ والديسوس، البحر هو بالنسبه لنا نعمه، وفي الجانب الاخر ايضا يتحول الى نغمه، ولكن لا يمكن أن نغير مكانتنا من الكرة الأرضية. الحل هو حسن إدارة النزاع التي تحدث بسبب البحر، ويجب وأيضا اليوم في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي البعض يرى أن هذه يرجع لطبيعة رئيس الوزراء الإثيوبي، والبعض أيضا يرجعها أنه ممكن المراد منها هو توجيه الأنظار أو المشاكل الداخلية توجيهها إلى الخارج حتى تعطيه فرصة أن يسيطر على أوضاعه. ولكن يجب نحن ما نراه هو يجب أن يحل أي نزاع بحري وفقا لقوانين البحار الدولية. وفي هذا بهذا الصدد أين أتحول إلى ضيفي الآخر الأستاذ عقباز قدبوس، وهو إلى أين متجهين نحن إذا كان هذه هي التصريحات أبي أحمد أو رئيس الوزراء الإثيوبي، هل نحن متجهين إلى الحرب؟ سمعنا لهم سلام لهم سمع سوي الله نقول لهم سلام كبير دالي نستنيتنا ونزغن دحين نقر مدلاوكم بطعامي غمسكن نقول لهم كاب يوهانس جمير كاب غويتو أم كون وانا بداويت متوت ساخي إسماعيل علي عاود والدي سوس قدم أب أدي سابق اللغز والدي سوس بحال لا يتولد دو قليل النساء يتلتني لي أما الأول ما كنا أنت تقيس كاس والدي سوس كنت تقيس كما عسي علف كوين ولن تزيب لنه على تي فلازي سنايش تسيو أبزي بحادة من رقابنا كم اون گرمای نت تو گفرا دل خا خمس کن کای دل زی حتو تر عیل زنو خیال حتو ای بتعامی کبیر بد هوی خا ابت بتا ولی سس بلا هنت وس بلا ذر ولا نسخه انت اعتبل حما سرعت هل تبل يا مالك حما سرعت هل برقص مخنياتو أب بهلنا من دحري تمرعي وحري حدر كاوزا أنت تبايلو يتهزبي تيناتنا عقميز فقدو ناو تمحرس ديو ورصو ديو مأسي ديو زخونا يغن نقر هيبو يدفانو حدر يوتس سلزي إيرترا كابيتا بياخد في اللخلا
تتي internal borders نبري international border تغيري ما تشاو تلازي بزي كركبا خلو نتهاجر بغبو كركبان بغبو كابي نابي مخانو أنا تسيرو كركبان يكبوانير زي أبا هقراو حقي state succession بحال كالي مسو تتحازا نقرا لو قلنا نتهاجر بغبو غيرو كركبا أيتلين دي حيرو من البات مخنياتات كما تسيب خيالي ما بيتي سلازين دمو أقلان دي حرس بيكالا دمو خي ترفقان تفح تركايا زي سرعات الزيكاء قوانقو مسقورة باب التنادي مسعالم قوانقو وقين قوانقو بأسن سلازغوني ان هولومي عبزي بس احنا مارتي تمالي تمالي عدمي دفعلو مهورات كم فلاتات مرحتي كم دكتور أبي سلزلونا جن دحاني تسفان نقبر يقول مالك نفوس محلا هذه إرتراوي عيد قسن ونقول الكل سلزي زين تاي ملكت كل بلاك هذا اللو بزعباتي لعلاوي تهاجر مخانا زرقاقت أمو بزيكا نهزبي إرترا نخال زي ملكت نتصور دو زرلو حيزو أب كنت زغيد لتدوب كم موابئي كم نقر مدلي كم كقتلهم زدلي قتل نمن سياد جهو متحازو يجيرو يو كخيط صانيحو مالج أبزنا يحجي زلنا يا خونتات انتدارينا يوم نحنا أب هورن اوف افريكا ويك اب كان افريكا زلنا اتنايك اي بحري ماين تنوع انت بلنايو مستم قرويتنا زلو اب خليج زلو ويك اب تيوشمت عرب زلو عرب مساناي سلازين عنا خطلونا قد الناتي اقات عمو خينو لساتهم اب تاماتيو بزحط اقاتات هلو إذا كبابينا خاء بدخلنا استساقي بوج بسدات كتا كل زول سكان دلو إمارتي سلازي تأتهم كتقلو قدني سلازتهم تمالي عريقنا يوم زياسن نأبين يوم شلمات زهوهم زرو سعودن عماراتن تفلال يوم سلازي ننات كاس أجا هيسكا ننناتهم حيزهم يخوضوا خمزة اللوي ذر هذا اللو مالك نس كل تفاكتر استقني أبيز قبرو ذر اللو باي ذا واي تمالي دي قمي تمالي ناي اير فورس قبرو ذر نبر الشو بسر عطفة كيري اتز قبرو ذر نبر الشو كامس ناي عمارات ذر اللو ناي اير فورس لممد ان دا قبري سلازي بحاد تيرو بتر العلكة كريكا أسرحكا عينتي ما بإرتراغوز كنستمتي تزرر سلازي ولاكوا تي أب وش تي تيوبيا زلو دري خوص مو بزحات تيوبيا مزعبا قيح بحري سلي زحرفو قيح بحري خمس آلكم يقبلون كلو نتي قريجت كز حلوة عم دليو أبي زبلو زلو ولا نبالنبر أبي درجة خب عقمنا اللي على الوضع زخوني إثيوبيا هم تشت أتكون ذراعك هالشي. زكرمي تزمت صاحب ريتا سمع هم تخونو بروفيسور أسكيل زبلو أبي أوردي كم زي يتو تنات زبلو بمحاران نديو نزا أمير ودخو قبرني لوا حراي لاتو ودا خوينو حوات كوين سلازي تحطو أبيت راح زي يكون أصدري زلوتي بتعم هبتام زخوني أكال كم عمر UAE مالتي لنا إسماعيل الغول بعد قليل ولكن نتابع هكوانات منكم مالتي تلازين السوء كال فاكتور سلزلو زي دفعو سلزلو ابي وج نخفكر اللي لنا طرح نزارو يلنا تايدا
ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልና እውን ክንግምት ኣለና ማለት እዩ። ንርእሱ እዚ ናይ 23 ዓመት ምክንያት ገይሮም ውዑል ናይ ኣልጀርስ ገይሮም ኣውፂኦሞ ዘለዉ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ንርእሱ እሞ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ልዑላውነት ክኽበር ኣለዉ ኢሎም ምውፅኦም ንርእሱ ዝርእዎን ዝሰምዕዎን ነገር ስለ ዘለዎም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝብሎ ዘለዉ ከዓ ንሕና ወደብ ክንጥቀም ኣፍ ደገ ናይ ወደብ ናይ ባሕሪ ክህልወና ኣይኮነን ዝብሉ እንታይ ደኣ ወደብ የድልየና ኣሎ ኢሎም ምፅውዕ ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከም ዘይተርፍ ጌርና ኢና ክንወስዶ። መሰረት ጠንቂ ናይዚ ኩሉ እዚ ግን እንተዘይተደፍአኒ መን መፅደፈኒ ከም ዝበሃል እቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ እዚ ኩሉ ነቲ ሃገር ከም ትድፈር ዘሎ ፀጋታት ብፍላይ ናይ ሂማን ሪሶርስስ ማለት ናይ መንእሰያትና ተፀሪጎም ካብቲ ዓዲ ከምዝኸዱ ዝገበረ ብዝያዳ እውን ክድፈር ከም ዘለዋ ዝገበረ ጉጅለ ስለ ዝኾነ እቲ ቀንዲ ናይ ፀገም እዚ ትስርዓት እዩ ክኸውን ዝኽእል። ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ምናልባት ዝብል ሕቶ እንተመፅኡ ፈቲና ፀሊእና ሕጂ እውን ክደግሞ ፈቲና ፀሊእና እታ ኣብ ፀገም ተኣቱ ዘላ ሃገርና እቲ ህዝብና እውን ካብ ትፋሕፋሕ ኢሉ ዘሎ ክምለስ ብሓደ ኮይና ክንቃለሰሉ ንኽእል ባይታ ምፍጣር ጥራሕ እዩ። ካልእ ምርጫ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን እሞ ወዲ ኣለኹ ይቀኒለይ። حي الأخ أوبازجيل يقول أولا حي سنيتنا والقائمين عليها، أيضا حي الشاب عوت والأستاذ ولديسوس عمار، وكما حي الأستاذ ولديسوس عمار. إلى أين نحن ذاهبين هو موضوع كبير أيضا، بما وأنا أبدأ بما أنهى به الأخ الأستاذ ولديسوس عمار كلامه، وهو حكامنا ليس هم الحكام الذي يستحقوننا أو حكام بلادنا، هم حكام لا تستحقهم بلادنا. طبعا هذا هو كلام صحيح. عند الاستغلال كان يتطلب استلام إريتريا، يعني معروفة بحدودها البرية والبحرية والجوية، ولكن هذا لم يحصل، ليس يعني جهلا من النظام، لكن الشيء القانوني هو معروف أنه، ولكن لم يرد أن يعمل به، وذلك لشيء في نفسه. ممكن أن نقول أنه كل مرة كان يستهين بالحدود الدولية لإريتريا وعدم ترسيمها، أيضا لم يحاول أن ترسم هذه الحدود بالطرق القانونية، ولكن وهذا يمكن يجعلنا نقول أراد أن يترك هذه المسائل حتى تساعده في نزاعاته وحروبه مع دول الجوار، أو أيضا تهديدا للداخل. لكل هذه المسائل ترك هذه الأشياء يعني بمعرفة منه، ورأينا كيف استخدمها في كل حروبه ونزاعاته مع دول الجوار. أيضا هنالك كانت جهات إقليمية تتفوق، سواء كانت بإمكانياتها المالية وثرواتها من إريتريا وإثيوبيا، وهذه الجهات أيضا كانت قامت بالتلاعب بالمصالح الإريترية وإثيوبيا ضمن الاتفاقيات التي كانت تجرى، ورأيناها بأم أعيننا في كثير من الاتفاقيات التي كانوا يقومون بها. هذه الاتجاهات أيضا عندما اختلفت أيضا مصالحها وانقسمت على اثنين، أيضا كل واحد منهم أصبح يلعب في القوى الأقليمية التي تأيد الأشياء التي يقوم بها. وأيضا
إن البعض كما ذكر البعض يقول أن هذه التسريحات هي تسريحات معروفة من هذا رئيس الوزراء الإثيوبي، تسريحات صبيانية، والآخر أيضا هي يقول أنه تسريحات ممكن لتصدير مشاكله إلى خارج إثيوبيا، ولكن يجب أن نرى هذه التسريحات ليس هي تسريحات فارقة، ولكن توجد وراها قوة إقليمية، ممكن ذكر الإمارات المتحدة تقف من وراها، والتي تريد أن تستحوذ إثيوبيا ومخدراتها باعتبارها دولة كبيرة وثرواتها أيضا كبيرة، وبالتالي تريد وترى أن يكون لها بوابة بحرية، ليس الاستفادة من المنفذ البحري لجيرانها. هذا هو شيء ممكن لم يكن لم نقل مفروغ منه، ولكن هذه هي الفكرة الموجودة، ولكن السبب الرئيسي هو لهذا كله هو النظام الذي أفرغ إريتريا من سواعد شبابها التي يمكن يعني تدافع لأي شيء مكروه الذي يحصل لهذا الوطن. وهذا هو اليوم فعلا أصبحت هذه القوة، سواء كانت من قبل الجيران أو من القوى الإقليمية، أن تقوم وأن تفكر بمثل هذه الأشياء، لأن هنالك ترى أنه لا يوجد رادع أو مقاوم لمخططاتها في المنطقة. فبالتالي نحن ليس لدينا غير خيار واحد، لا ثاني لهما ولا ثالث لهما، أما الخيار الوحيد هو أن نعمل مع بعض وأن ندافع عن مصالحنا ومصالح أوطاننا ومصالح شعوبنا. هذه هي التي يجب أن نعمل بها وأن نفكر فيها مليا، وأختصر بهذه النقاط. Thank you, Gurmai. But I have to say, Baz Gizaravan, her Tazia Gadassin at B. Kalal Koine. The Kone Hun Kal Turgumat Yahalu Wob Zagadus. እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ብፍላይ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንሰምዖ ዘለና ናይ መሬትን ናይ ባሕርን ይግባአኒ እዩ ወስታታት ናብ ውግእ ከም ዘምርሕ ተረዲእና ሕሳብና ክንገብር ኣለና እዩ ሕጂ ኣብ ቅድሚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ድሕሪት ኩሉ ናብዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ኩነታት ዘብፅሓና ብፍላይ ኩሉ ዘጋጠመ ውድቀታት ምናልባት ክንብል ንኽእል ናይ ኤርትራ ከም ሃገር ናይ ምቕፃል ሓደጋ ዘብፅሐ ወይ ከዓ እቲ ቫያቢሊቲ ኣብ ኔሽን ከማንሲ ኣብ ሕቶ ዘውደቕ ዘሎ መስርሕ ዘእትወና ከምኡውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብ ልዕላውነትና ይኹን ኣብ ግዛኣታዊ ሓድነትና ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ናብ ክሕደት ገፁ ዝተሰጋገረ ኣገባብ ኣካይዳ ከይድ ምፅንሑ ክንብል ንኽእል ዶ እዚ ስርዓት እዚ ነዚ ዘጋጥመና ዘሎ ጉድሆታት ኣብ ምምካት ክንኣምኖ ንኽእል ድዩ ነዚኣ ሕቶ እዚኣ ክምልሰልና ምናልባት ንሓዊ እስማዒል ዕድል ክህቦ እየ እዚ ሓይሊ እዚ ወይ ከዓ እዚ ስልጣን እዚ ንኤርትራ ልዕላውነታ ይኹን ግዛኣታዊ ሓድነታ ይኹን ዋላ እውን ከም ሃገር ጠጠው ንኽትብል ከም እሙን ሓይሊ ክንሪኦ ንኽእል ድዩ أولا إذا كان ننطلق من الأشياء التي ذكرها الأخ عزبازي، تسريحات أبي أحمد بما لا يهم دوافعها، وإن كانت
لأسباب ترجع له أو لأسباب يعني ترجع إلى الأشياء التي يقوم يذكرها دائما وتهوره، الذهاب إلى الحرب من قبل إثيوبيا يجب أخذه في الحسبان، وأيضا أن النظام هو رأس كل المشاكل، فيجب أن لا نرى النظام بمعزل، يعني يجب أن نأخذه هو رأس المشكلة في كل ما يحصل لإريتريا. ما كان يقوم به النظام أيضا، هذا هو السؤال الذي الموجه للأستاذ إسماعيل علي، ما كان يقوم به النظام وتصريحاته المختلفة التي سمعناها عبر الفترات التي رأيناها في تصريحاته، سواء كان في إثيوبيا أو في إريتريا، هل ترقى هذه التصريحات إلى مستوى الخيانة الوطنية؟ هل أيضا ممكن سحب الثقة من هذا النظام من خلال هذه التصريحات ومن خلال هذه الإفادات التي كان يفيد الذي كان يسرح به؟ اوكي جمعي سلام زي ما تاني زي حجوسي ومسي زي ما بصوتي ناي نويح جزي مغالستي زي مدرخي مش راح قرم زغن ترهبو يخون ونزي كون زغوركم كاني سنيتنا دوتكم خمس جديد يعني. Well, David, I am not. Simple question is we don't trust. And I am not Nazi. Nazi سرعات زي I am not. مخني أتوسر زي الأخنايو. إحنا زي الأخنايو سرعات زي كنا. على فنوتو نحن دا إزبي وكيلو بأجوابي أبسلطان انتزهلو. Well, إحنا زو كلنا خن وكلنا سل زي الأخنايو. يعني نسو بزغبرو ويكان نسو بزخونو بزخدو مجدي. على فكرة كنت سكان كم حزبي يقبع يعني يقبع جين أزي بعلو مسيو بجزانا مسيو أنا حلوكم يدو أيتوصوا أيتأتوا تم تجزر لهم دج ترفوا زم ما بدأ وشتزر لهم كان يعني أنا زبل فانقور يلو خفيد سلزر له بهاجر درجة يكون بزخان يكون معتني كان أمنه أين خير ميلا يعني كان أمن وصل زي نخيل كاني تي زي ما إمان نخاني حقي نخون ممسو زحلفة صلاة عمت أرئي النار لنا بكن دي وقئ تي والنار يعني الحمد لله يعني بزح وقات وبزح بزح خساراتات بزح خساراتات يعني بزح خساراتات يعني تاجر سي من على بعض الجنريشنس ولدتاتي كسبون وزي كل موجودة أتي دامج وترحي بزول يعني. إيش بقى أكيد ما أنا زلوا تعرفون إحنا ده يعني هجي زخاب كنا خلنا تاتناسي أما أتي ناي سلامني ناي 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 وجين أب إنا خبزي حلوة إريتراويان كان إريتراويان خبزي جاتات إريتراويان انتهم كبر على الناي دي كبر زول يعني. يعني تي عدي تاجر ايدي احنا زي وكلنا ويكا زي الاخنا يو مخان زينا امنو يزور له مالت يعني اجباقاتي خبر زكالة ابزق زيزي يعني تي وقي مهلاون زي مهلاون وكاخن زنبصون زغول زبو بيتوبيا شنخيخون بيغلي شنخيخون يعني اب ايدنا يلن كم ايرتراويان يعني اوشتنا هلو او دقينا هلو يعني حجي بقى تي خبر زلوا عن تبعي والدي وسوسي زي ما تن إذا قدست إني نتلو مسيو يعني سي حدا ترى إريتراوي نقادا يسي نحنا شجرنا تناسي ذا بحرية ذا خاو ذا بحري كل جزي شجر خذبر لنا يلويلو يعني حجي بقى تي شجر أنا بزلوا هو عدسي تماسها سالي جغرافي زمسو ويكاني ناتم جغرافي زلو تاشم زخونم زي 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 ساقما زي فترو اللو مالو يعني ناي ماي قودا يعني يعني هولنداوي يعني سي مسمايهم زباو سلاقي قدماي سلاقي ناي هولنداوي يعني بس تاريخ ناتم اندهر أمبي بنازي
ማይ ይብሉ ያነ ምክንያቱ ተዓዶም ሲኒ ይሽተወይኒ ደልታን ስለ ዝኾነ ያ ሕጂ ብክልተ ይፅቆጡ ያ ካብ በዓል ሓወይ ወልደ የሱስ ዘለዎ ቦታታት ካብ ኣልፕ ዝመፅእ ማይ ኣሎ ራይን ዝበሃል ሪቨር ዓብዪ ሪቨር ኣሎ በዚ ከዓኒ ኖርሲ ከዓ ኣሎ ያ ኣብ ክልቲኡ ሳንድዊሽ ስለ ዝኾኑ በቲ ይከላኸሉ ያ ፍላንስ ያ ስለዚ እቲ መልሲ ዝሃብዎ እንታይ እዩ ክንቃለሶ ኣለና ኢሎም መፍትሒ ረኪቦም ማለት እያ ዳይክስ ዝበሃል ነገር ክሰርሑ ጀሚሮም ብሕልፊ 1953 ብዙሕ ክሳራታት ክሳብ ሕጂ ከይረስዕዎ ዘይክእሉ ክሳራታት ስለ ዘምፅእ ኣሎም ሓጃ ናይ ሃገራዊ እስትራቴጂ ሓንጢፆም ናይ ሃገር እስትራቴጂ ሓንጢፆም ኢንስቲትዩሽን ኣቂሞምሉ ዳይክስ ዝበሃል ገይሮም ስዒሮሞ እያ ስዒሮሞ ጥራሕ ዘይኮኑ ሲ ካብቲ ባሕሪ ከማ ኣነሲ ዳይክስ እናገበሩ ድልድላት እናገበሩ ሓደ ፕሮቪንስ ዝኣክል ሓደ ፕሮቪንስ መበል 12 ዝኮነ ፕሮቪንስ ሰሪሖም ያ ስዒሮሞ ነቲ ታሂብያ እጂ ከ እዚ ወልደ የሱስ ከም ኣብነት ዝነገረና ንሕና ትመልሱ ባሕሪ ካብ ኮነ እንታሽሙ ንሕና ናሽናል እስትራቴጂ ክህሉና ኣሎ ናሽናል ክህልና እስትራቴጂ ክህሉና ናሽናል እስትራቴጂ ክዕቁብ ዝኽእል ሲስተም ክህሉ ኣለዎ ያ ስለዚ ብሓፂሩ እዚ ዘይንኣምኖ ስርዓት ንዕኡ ምልጋስ እያ ንዑ ክንቃለሶ ኣለና እዚ ነዚ መድሃኒት ክንገብሮ ንድሕር ኣ ጂኦግራፊ ከም ፈይት ኣብኡ ኣቐሚጡና ኣልዩ ምኻኒቲ ግፀት ዝጠቕስዎ ዝነበሩ ወልጅቲ ዝጠቕሶ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ሓያላት ሃገራት ቀደም እውን ሽግርና ካብኦም እዩ ነይሩ ካብ ባሕሪ እዩ ነይሩ እሞከዓ ኢትዮጵያ ከዓ በዚ ዘሎ ነዚ እንዳ ክንገጥም እንድሕሮ ኮይና ያዕነ ካልእ ምርጫ የበልናን እቲ ህዝቢ ነብሱ ክጠርኒፉ ወይ ነብሱ በብሱ ጠርኒፉ እቲ መጀመርያ ዕቅፋት ኮይንዎ ዘሎ ንዑ ምልጋስ እዩ ማለት እዩ ዘይተኣምኖ ስርዓት ወይ ዘይተኣምኖ ሽፍታ ዝኮነ ሃገር እንድሕርልካ እቲ ሃገርካ ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ክትከውን እያ ኣዝሎንጋ ዝንሱ ስጋብ ዘሎ ያ ስለቲ ሓላፍነት ፍሉጥ እዩ ስለዚ እንታይ ዝግል እንታይ እቲ መፍትሒ ንፈልጦ ኢና ኩላና ንፈልጦ ኢና እቲ መፍትሒ ግን ከመይ ገርና ኢና ክንበፅሖ እዩ እቲ ሕቶ ኣብ ቅድመና ዘሎ ሕጂ ሕጂ እዚ ዳይክስ ዞ እዚ ሴፍ ቫልቭስ ሶቨሬኒቲናትና ምኻኒ ውሕድ ዝኮነ ህዝቢ ዘሎና ምካ ብዘይመጠን ሰንሲቲቭ ዝኮነ ኩሉ ዝምነዩ ቦታ ካብ ሃለና ነዚ ሴፍቲ ቫልቭስ ከዓ ኣብ ኢድና እዩ መጀመርያ ናሽናል ዩኒቲ እዩ ናሽናል ዩኒቲ ክንበሃል ከሎ ኢትዮጵያውያን ስቂኢሎም ኣይኮኑ ናብ ዓሰብ ጥራሕ ዝፅምቱ ዘለዉ እያ ወይ ከዓ ኢማራት ድዮም ዋላ ገለ ድዮም ናብ ዓሰብ ዝፅምቱ ዘለዉ ምክንያቱ ኩላና ንፈልጦ ኢና ስለምንታይ ከምኡ ይገብር ኣሎ እያ ምናልባት ኣብ እንድሕር ኣብ ምርጫ ሂብካ እዮም ሲ ምፅዋዕ ዶ ዓሰብ እንድሕርም ዓሰብ እዮም ዝብሉ ዓሰብ ስለምንታይ ዓሰብ ይብሉ ኣለዉ ይርዳኣና እዩ ከም ኤርትራውያን ይርዳኣና እዩ እቲ ናሽናል ዩኒቲ ከዓኒ እዚ ዝመልከት ማለት እዩ ነዚ እቲ ሴፍ ቫልቭ ሓደ ካብቲ ሴፍ ቫልቭስ ወይ ከዓ ታሽሞ ኣብቲ ሰብኒ ደንካልያኒ ክኸውን ዘሎ ስለዚ እቲ ሕቶ ኣብ ቅድመና ዘሎ ቅድመና ዘሎ ኣነ ኣብ ውሽጣዊ ዛፊ ዘይተኣምኖ ስርዓት ካብሃለ ዘይተኣምኖ ስርዓት ኢካ ክተምፅእ ዘለካ ንዑ ክተምፅእ እንተኮንካ ከዓ ነብሳ ጥርፍ ኣለካ እቲ ክጥርንፍ ዘለዎ ከዓኒ ክጥርንፍ ዘለዎ ከዓኒ ዝኽእል ወይ ከዓ ነብሱ ክጥርንፍ ዝኽእል ቦታታትን ዕድላትን ዘለዎ እዩ ንሱ ከዓ እዚ ዲያስፖራ ዘሎ እዩ ብውሕዱ ሲ ዲያስፖራ ዘሎ ሓደ ድምፂ ኮይኑ ሲ ከም ደቂ ሃገር ሲ ሓደ ሜሞራንዳም ፅሒፍካ ሲ ኣብ መጋባእያታት ድምፂ ክረክብ ወይ ከዓ እዝኒ ክረክብ ክኽእለካ እንተኮይኑ ክጥረፍ ኣለካ ሓደ ረቋሒ ክትከውን ኣለካ ኣብቲ ኢኮሽን ሲ ሓደ ረቋሒ ክትከውን ኣለካ ማለት እያ ሕጅባ ቅድመና ዘሎ ምርጫ እቲ ውግእን ዘይውግእን ዘይኮነ ሲ ንሕና ኣብኡ ተራ ስለዘይብልና ኦረዲ ንሕና ፎርፌት ገርናዮ ሓደ ዘይንኣምኑ እንታ ውግእ ዘይተርፍቲ ኮይኑ ከምዚ ዕቁባ ዝግ ዝብሎ ዘሎ እቲ ከኣል ነገር ክንገብር እዩ እቲ ጉዳይና ዝስሓልና ዘሎ ሆፕፉሊ እሱ እዩ ዘሎ ምናልባት ፋርዘር ነዚ እዚ ፅርናፌ ዘድሊ ዘሎ ፅርናፌ ብከመይ ኣገባብ ይረአይ ምናልባት ብሎጂካሊ ንመፆ ንኸውን ኣብ ጉዕዞና ምሽ እዚ ወዲ ኣለኩ ይቀኒለ ኣክ እስማዒል ኣሎካ ድዩ ዳዊት ኣብኡ ስታይ ትብሎ ተርጉም ማለት
الأخ وقال فارس، كنت فريد هل عدلها بوني علي شو معدي أوكي، الإدارة دي علي دي انت عشان مستعد بالده لغيت أم تردي تولد كاعت قول تردي اللغة هلا ذكر الأخ إسماعيل علي أيضا في معرض نقاشه. أولا حي الأخوة رفاق النضال، والذي وكما أحيي الغرفة التي جمعتنا لهذه الأمسية في حلقة هذه النقاشة المهمة. هل طبعا السؤال كان هل نثق به بهذا النظام؟ السؤال هو بكل بساطة لا نثق به، ولسبب بسيط. أولا هو نظام لم يفوض من قبلنا، بل كما وأيضا ما يفعله هو كله غصبا عنا، وأدخل بلادنا في مشاكل أمنية لا حصر لها. وقرار الحرب والسلم ليس بأيدينا، هو بأيدي نظام جاسم على صدورنا، فبالتالي هو نظام بالتأكيد لا نثق به. لكن أرجع قليلا وأذكر ما قاله الأستاذ والديسوس عمار، إنه مشكلتنا مشكلة المياه والبحر هو مشكلتنا. فهذه يعني ذكرتني أيضا بالدولة التي أعيش فيها اللي هي هولندا، إنه هذه الدولة إنه مشكلتها الكبيرة هو البحر، أو هو بمثابة المياه، يمكن أن يقال بمثابة العدو لها، هو لأنه هذه المياه تأتي إليها، هي أراضي منبسطة شبه جزيرة، فيأتي إليها من جبال الألب، ثم من أيضا من أماكن أخرى أيضا. وهذه المياه كانت تهدد بقاء هذه الدولة، ولكن هذه الدولة عملت جسور لحماية ولبقائها، حتى جعلت أنه أرض يابسة ممكن بمثابة أقليم معين من ضمن أقاليمها. ولكن هذه كان بوضع استراتيجية وطنية التي تحل مشكلة هذه المياه. أيضا نحن بنفس المستوى يتطلب مننا أن تكون لدينا استراتيجية وطنية واضحة ومسؤولة، وهذه ممكن تجنبنا مشكلة المشاكل التي تجلبها لنا بحارنا أو مياهنا. فبالتالي المطلوب هو أن نعمل مثل ما عملوا هم، استراتيجية وطنية ثم حاربوا هذه المسألة. أيضا نحن يجب أن تكون لنا استراتيجية واضحة تكفينا كل شرور القوة أو الاتجاهات التي تأتي للنيل من مياهنا ومن سلامتنا ومن سيادة أراضينا. وهذه لا يمكن أن تتم إلا في الدرجة الأولى من خلال إزالة النظام الغير موثوق به والغير حريص على مصلحة الوطن. والنقطة الثانية أيضا تأمين وتمتين الوحدة الوطنية. هذه المسائل أيضا يجب أن تتم في كل الإريتريين، وبالذات في الإريتريين الموجودين في دول المهجر. يجب علينا أن تجميع كل قوتنا للمواجهة، بالذات القوة الموجودة في المهجر أيضا يتطلب منها، لأنه لديها الإمكانية ولديها الفرص لتجميع قوى الشعب الإريتري وتوجيهها لمقاومة هذه التهديدات التي تأتي من هنا وهناك بسبب هذه المياه. ففي الخلاصة هو أولا يعني وقبل كل شيء هو أن نعمل بكل ما لدينا لإزالة النظام الغير مسؤول والغير موثوق به، ثم التوجه لوضع استراتيجية واضحة وتجعلنا أن نعيش مع جيراننا، سواء كانوا الذي يلتقوا معنا بسبب المياه أو بأسباب أخرى. وبهذه ممكن أن نجنب
بلادنا من المشاكل التي تنجم من أطماع الآخرين لأرادينا، ومن التي أيضا تأتي من عدم وجود نظام حريص على الوطن والمواطن. Okay, thank you very much. What's all? سأبدأ الله حتى حاو حاوت كهوة حاو اسماعيل كم زبالو زي اب ارتراز اللي سرعات من العلاوة انتنا يغون قد اتعاهد انتنا عن المخبر كن امنون نخل اي كونان نيلو قال ايون بتدقاقامي نايوغا حدقاتات كم زلو تكتصانيحو حجي وشتي زغوناتات زي كم نفتحن ديموكراسي نقالس زلنا أمو ناي سرعات لوطي نتصوع زلنا بخامينا العلاونتنا نقزعتا وحدنتنا أب مكل خال لاتنا إجام كنتصوات النخل وي سبيسيفيكالي ابزي جزي ازي انتايتي قدام نتي بنا نسرحلو زلنا قداي الرايت سمع لكم كرماي كرماي قدم ترقم ما تحته ترقم على الرايت. السؤال القادم هو طبعا ذكر الاستاذ اسماعيل على احمد عدم الوثوق في النظام وايضا اداله النظام ووضع استراتيجيه وطنيه واضحه هي للتعامل سواء كان في البحار او غيره، هي الضمان الوحيد للأمن والسلام في إريتريا. فالسؤال القادم هو كيف يمكننا الدفاع عن سيادتنا واستغلال أرادينا في ظل الأوضاع الراهنة؟ قاعد على Alright, سمع الله. هو Alright, thank you, داويت. مو بغدا منت أيانا كويتو كورو كان كومين. راح أعرف باللعوت كان راح أعرف أعرف بالله ما يصير إصحاح تقري سهل كان لا أوكي لا الجغل تبوا الله قطر هرا تبو ناو بقدامنات ايانا قويتهم كومون سني نوورك بز قواركم لنا عدمين دا مسقنكم نالبات تمزين فالت شمي عاوت قطع هيا يبهان من نواب رياب اوكلهوما حورات من استات امريكا مالتيو نزي قالسنا زملكتك افتنا يه غلوبو ياكل ناي دبلوماسي ديبارتمنت مريحي ابتي ناي بايتو ياكل يا سيخا نختلا بوانبر كويني تعقمين دفكنا اللي يسعر الله مالتي نعرف نفتي حتوغا خملاس ايانا داويت مجمريا اي تنك ابزبت حنا يزولنا حواهو انكو اتي سرعات اب هاجرنا زولو مخانو كنسحت يبلنا نزبل امنت هالني تنكه تحككها حقني ويك ناتي رفعها حلي ناتكا رفعها حلي لهم ابصر حلو زنبرو جزي عابين اساس مالتي نربحها حزب ايرترا نربحها حزب ايثيوبيا زي مخانو نقول لها نردو خوين انتي دا ناي كلتي يوم ربحها حلي يوم يمسر حنيرم افتي جزيتي كابلومي نينيس خا ختمرحنا الو كمتاز بولخا ابي خا نربحو حلي خا يمرحلو مالتي حجي قدامي سلاينا إسياس أفوركن سرعتون بجلون هكذا كمقانو زي كن سحته يبلنا أتين تقدامي سعرنا قوون ذلو نز سرعتو زي كمي قرنا نوقح فوق زبلي قدامي سلاينا سلزقوني ولا تي تيرتوري انتجريتي نبلو للا ونتنا هاجرنا أتحيسو وزلو تي سرعت بعلو سلزقوني نمبالي لي كابتي تبقيسنا اي تنك تي ابي زبالو كلو ملكعو ننات كافي تختبلو تخيل اندي خا قليو سب زبالالو تناي وش تشقرو ناي اورو مولو ناي تقرأ اللو ناي محارا اللو من البات تحمام ناي ايتوبيا تناي بحر سلو زخونت نو كابتي شقرو ناي وش تاو شقرو نو خهدم خموون داقف ناي هزبون خراكبيلي زبلو زلو يزبلو اللو جن كم ناتي مرداتا كان محجي من البات بتلاق اختو ويك بالسوشيال ميديا غيري كوكرب في فيف قبل لنا تنيحو حجي كنا معرب بارلمنت وطيو از زارو زل زلو مالت اي ثينك هاجر
وكهزبي إثيوبيا نبحرنا خد قوملو نحنا ولا خم إيرتراوانم يربحنا يزبل إمنة تالني تي وانا انا يتبحر كذا يتقملوس غربت هاجر كنت قملو ويك اخذ وسدو ويك اخذ غوبت ازبل حتوجن كم مسمر وات اي زبل ريتو علني وانا ناي بحر تقوينو زي كلها انا ايرتراويان كم لك على سوخ فلت كخلالو ناي بحر متقام تقوينو كن ولا نكنام سلا زربحنا بتن خلتينا حزب كم حزب هاجر كم هاجر تسمعنا خوات أنا زخن نعون كنسر حلو جن ناكل تينا ربحي زبل من تعلني I think the globalization is kind of interconnected أبز حجي زلنا يا مالتي نإثيوبيا زليا نحنا لنا نعنا زليا نها إثيوبيا اللوا حجي نا حبار كونكا نخلتي حزبي زربح ميزان أو زخنا كايدا ختسرح وجبو خوينو يسمعني نخبلي له جن تقدم أي سؤال عنا تقول سرعات أب إيرتراس زلو سلو زخنا نعون كم يجرنا نجح فوي كأنا عليو ناي قدام نت قدام نت جرنا تسعرنا تسرحنا زحاج خوينو يسمعني خالي I think تناي وان نت جود داي ولا تناي United Nation Article 2 Section 4 صبغيري زعمته مالت حانتي لاونت هاجر بخال لاونت هاجر خط جبت ضفك دلا وين اي سمعنن لك عايتن كم زنا يوكرينن ناي راشا ناقاتي موون زلو حواهو ناي قرن افريقا خا ناي ايتيوبيا ناي ايرتران كخووني مالتي نحن توسان هو متوسين وقل we have to take it up face values بالامنة علني ابي بعلو سلوزو بولو هو كخووني لنا كندالو ولو كنك الالنا مثلني تقدمنا تكن جبرا زلنا خاني اتينا تسرعات انك انا يجي حجمة انا زلو تسرعات الازغاني نتسرعات كن عاليو لنا زبل امنتي زلني من البات بتوسعي متي كينوتي سرعات ملاكي نحنا انتين هن جبر زلنا نزبل كان اتين بدك ترى قامي تي انا United Nation Article 2 Section 4 اقدم زبل كوو عمل كيتنا نتن من البات حيالات زبهالا عالمنا زلوا نحنا خم إيرترا وين كم زجيا وين قدم كنادم مت سرعة أبها جرنا زلوا كم زي وكلنا ربح حزبنا ربح هاجرنا كم زي سرح عمل كيتنا نعلم أتسأل ترعن كنت أرع خم زلنا زبل إمنة علني كم بعلى يين وبعلوم يين وبعلو ستيت ديبارتمنت وبعلو ولا تنقرنا أفريقيا زلوا هاجرات وبعلم I think قد على زي كنسر حلو على النازب ال إمنة على إن مبالي ليه أحب تحته ملي سيا خو قرب نحن مبرئي كوني نازل ليه تقوينا قا I'll be more than happy thank you أولا حي سنيتنا وأيضا القائمين عليها على تحت هذه الفرصة أنا اسمي عوض سمرت سهاي وأعمل يعني أنشط في يأكل في حركة يأكل الدولية وأعمل كعلاقات في العلاقات الخارجية. اليوم طبعا أنا هأدخل في الموضوع مباشرة. ما وصلنا إليه السبب الرئيسي الذي أوصلنا إلى هذه الأشياء هو النظام. أيضا منذ فترة بعيدة لو رأينا أنه في لقاءات ساياس وأبي أحمد أو رئيس الوزراء الإثيوبي عندما كانوا يعني يمجدون على بعضهم البعض ويلقون عبارات لا تليق بمسؤولي دولتين ذات سيادة، هذا لم يكن لمصلحة إثيوبيا ولا لمصلحة إريتريا، بل كانت لمصالحهم الشخصية. وإذن ونحن ما يهمنا هو إنه ما يعنينا نحن هو النظام الموجود في إريتريا، لأنه هو السبب الرئيسي في كل هذه المشاكل. فالحل يكمن في إزالة هذا النظام، ولكن إذا يجب أن لا نأخذ بما يقوله البعض. البعض يقول إنه هذه هي من طبيعة أبي أحمد وتهوره وتصريحاته الغير مسؤولة، والبعض الآخر يقول إنه يريد كل ما يريده أبي أحمد، وكل هذه التصريحات هي لا تصريحات هي يعني مجرد تصريحات لصرف الأنظار الأوضاع الداخلية التي
يعيش بها. أيضا هذه الأشياء نحن يجب أن نأخذها في محمل الجد مهما كانت الأسباب. الشيء الآخر أنه وفقا للفقرة المادة الثانية أو الفقرة الرابعة للأمم المتحدة، أنه لا يمكن دولة أن يعني أن تعتدي على سيادة دولة أخرى، وهذا هو يعني، ولكن يجب أن لا نأخذ هذه المسائل كلها إنه يعني ممكن أن تحمينا وأن تحمي من الانتهاك لسيادتنا. انتهاك سيادتنا لا يحميها إلا نحن أو الشعب الإريتري بنفسه. فالتعدي على السيادة يجب أن يفهم أيضا أبي أحمد أو أيا كان، أو رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أو الآخرين، إنه السيادة تعدي على السيادة غير مقبول فيها وسوف يقاوم من قبل الجميع الإريتريين. هذه الأشياء يجب أن يفهموها. فحتى لو القانون الدولي حرم هذه الاعتداء على دولة، على سيادة دولة أخرى، لكن هذه أيضا يعني في ظل وجود أشياء كبيرة وأشياء أخرى، يجب أن لا نعتمد أنه سوف يتم حماية أراضينا وسيادتنا لوجود هذه القوانين الدولية. فكل ما يجب أن نعمله نحن، أنا أرى، يجب أن لا نقعد مكتوفي الأيدي، يجب أن نتقدم بالتباساتنا إلى الأمم المتحدة ذاكرين أن مواثيقها وقوانينها وأعرافها. فبالتالي يجب أن ولو حتى لو لم نكن في الموقع الذي ممكن أن نخاطب الأمم المتحدة، لكن يجب مخاطبتها بقوانينها وبالذات القانون الفقرة الثانية من قوانين الأمم المتحدة، أي الفقرة الثانية والمادة الفقرة الثانية والمادة الرابعة، هذه يجب أن نقوم به بجانب إلى العمل الآخر الذي نقوم به لإزالة النظام وإراحة الشعب الإريتري من كل هذه المشاكل. Thank you, Romai. داويد حوي تاع زي فلات كاغيتولو ابز تعم جزيني دبلومات علي شوم علي عدل كتبهم حتي تم الله اب لندن زنبرو ناي قدم دبلومات يعني اللي Okay, all right. كرب تي فلوك ساقي كون النمبر ريالو ساقون انا مغتصل وال تقناتات ابزخون اي هنجزي نابوغ كبل كم زخل هاجرنا ها نعم نو مرهنات كم زي بلنا نبعلو تنعي كناتات نمكو تسعر وغرب بدقة يهون بوشتي زتاما من كونتات كم زي بلنا بعبي يغاتي نابزي كونتات زيزو دغنا تي أب إرتراز مره زلو هاي المخوانو ويكا والكملاه مخوانو دارغا كلهم تسمروا لهم نمغتسال تا نبقى وتقريبا هذا نبركو حتو قرب مقدميت كندفع أب كدم الزل هنا تنتاينا أنت تنقبرون نخل خم ذراعي أننا عاي تيناتنا قدامنا استغالة متن كما يزوق إزي كم ذي ولع ويكا أنا وقق قصنا كم ذي نخيد كنقبر انتقالنا تزحاشي مثلاني أجي مزيت تحاهزو انت اخ قبري تعال ولد عمار قرب نات كاري تتعب كنا بونيرو ثانك يو داوي ابي حتى يمتي كبهل وند صنحيتي اختياتو تي عند نغر انت اخ قبر كم زكال تعا اسوا صنحو محوات مالتيو متي
ውግእ እተርፍ ድዩ ኣይተርፍን ኢልካ ምጥርጣር ገዲፍና እቲ ሕጂ ተዘይመፀ እውን ከምቲ ኢሎምና እውን ዘለዉ ዘይተርፍ ነገራት እዩ ማለት እዩ ትፀገምና። ስለዚ እታ ዝዓበየት ነገር ክንገብራ ዘለና ንሕና ሓደ ክስማዕ ዝኽእል ሓደ ድምፂ የብልና ብውሽጢ ዝሕልዋ የብላን ዝዓዲ ብደገ እውን የሎናን ማለት ኮይና ኣላ። ስለዚ እቲ ዝዓበየ ነገር ክግበር ዘለዎ እቲ ናይ ሓድነት ጉዳይ ደጋጊምና ንክንደይ ዓመታት መቸም በዓል እብራሂም ስልጣን ወልዳ ኣብቲ ዝነብሩ እኳ እታ ዝዓበየ ሽግርና ኩሉ ግዜ ንስታ እዮም በሉና ማለት እዩ። 82 ዓመት ዘይፈታሕነዮ ነገራት ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ፈታሕነዮ ጌርና ንዛረብ ገሊዩ ግዜ ዘይፈታሕነዮ ዊክነስ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዊክነስ እዚ ከመይ ጌርና ኣድሬስ ንገብሮ እሞ ሓደ ድምፂ ክንኮነሉ ንኽእል ባይታ ከመይ ጌርና ንፍጠር ኣብ ዝብል ኣፀቢቕና ክንሰርሕ ዝግባአና እዩ። ምክንያቱ ሓደ ወካሊ ሓይሊ እንተዝነብረና ሎሚ ኣብነት እዚ ኪዳን እቲ ዝደኸመ ከሎ ኪዳን ይኹን እቲ ኢዲኤ ማለት እዩ ካብዚ ሕጂ ዘለናየ ዝሓሸ ድምፂ ነይርዎ ዝኾነ ነገር እንተተረኺቡስ ወካሊና ንሱ እዩ ዝብል ነይርዎ። ሎሚ ወካሊ የብልና። እቲ ናይ ኣጋጣሚ ትራንዚሽን እውን እንተዝሓተ ንትራንዚሽን ዘይተዳሎና ዝኾነ ነገር ኢንፋክት ናይ ውሽጢ ፀገምና ክጎድኣና ከም ዝኽእል ካብቲ ናይ ደገስ ናይ ውሽጢ ከማን ኣለና ይ ፀገም ብዝኾነ ነገር እንተተኣልዩ ስርዓት እዚ ንሕና እንታይ ከም ንገብር ኣይንፈልጥ ኢና ድምፂ ስለዘይብልና። ደገ ከዓ ንዑድ ሰማዒ የብሉን ኣይዞሌትድ ሓይሊ እዩ ኣብቲ ክስማዕ ዘለዎ ባይታ ዘይስማዕ እዩ። ንሕና ከዓ ዝስማዕ ድምፂ ኣይገበርናን ኣለና። ስለዚ እታ ዝዓበየት ነገር ክንገብራ ዝግባአና ንሕና ከዓ ተቀሪብናያ ዘለና ኮይኑ እዩ ዝስማዓና ዳርጋ ገይርናያ ከዓ ኢና ዘለና እቲ ንሰማዐሉ ነገራት ሰለስተ ኣርባዕተ ውዲእናያን ኢና ክንደይ ዓመታት ጌርና ኣለና ማለት እዩ። እቲ ደንቢ ተቃውሞ ኣብ ደንቢ ደለይቲ ፍትሒ ንበሎ ሰለስተ ኣርባዕተ ነገራት እዮን ኣርባዕተ እየን ንሰን ከዓ ነታ ሃገር ምሕላው ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ናታ ይኹን ሶቨረንቲ ናይ ህዝባ ምሕላው ሓድነት ናይ ህዝባ ምሕላው ንስርዓት እዚ መሰልገስካ ከዓ ጥዑይ ስርዓት ምግባር እቲ መሰላት ናይ ህዝቢ ከዓ ምሕላው ዝብለ ኣርባዕተ ተወዲአን እየን ማለት እዩ። ካብኡ ንላዓልስ ዝደሊ ዘይብልና ከለና ተፈላለዩና ንነብር ኣለና እሞ መንእሰይ ዓወት ክብሎ ዝፀንሐ ይኹን ኣሕዋት ኩሎም ዝበልዎ እቲ ዝዓበየ ነገር እዚኣ ጉዳይ እዚኣ እያ ዘላትና። ስለዚ እቲ ክንገብሮ ኣለና ዝበሃል ተቀላጢፍና ግዜ እውን የብልናን እኮ ማለት እዩ ሕጂ ክንስማዕ ምእንቲ እሞ ከዓኒ ንኣብነት ኣብዚ ቀረባ ኣዋጃት ክወፅእ ክእል ኸውን በትን በትን እዚ ኣይሰርሕን ናይ የኣክል ወይ ናይ ብሪጌድ ንሓመዱ ወይ ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ወይ ዝኾነ ነገር ኣይክስማዕን። ሓደ ድምፂ ክህልወና ኣለዎ እሱ ከዓ ሎሚ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ትማሊ ክንገብሮ ዝግባአና እዩ ክበሃል ዝፀንሐ እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ እቲ ክጥቀስካ ብፀንሐ ንሕና እቲ ውሽጣዊ ዊክነስ ናትና ኣይፀገናዮን ኣለና ኣድረስ ኣይገበርናዮን ኣለና ውሽጣዊ ዊክነስ ኣለና ማለት እዩ። ከም ውድባት ከም መንእሰያት ከም ዝኾነ ሓደ ጋዜጠኛ እዚ ብ1978 ኣብ ሜዳ ከይዱ ማለት እዩ ክልቲአን ውድባት ከይዱ
جون دوغان يزبهال يعني ترى الذكرى كل جزية متشم الذكرى خال السبدي باللوس المتاعي فلتن أجي مانوسكريبت صحيفه بزعباتي زورت ناتو أجي كنتاي كم زهونة فلت كون صحيفه دي مصحف زعبوه تفتشونا يرخب كون جون دوغان يزبهال كن فتش على نافالت أجي تايبل أب عالم زي بوليتيكا أم تفتت تهونكا نإيرترا كتفكرايها إذا مش 3 مليون هزبي زلوا كند لويزانا تخون ستيت نا أمريكا مثلا لويزانا ساعة تخون عدي مخا 8 خاب 100 هزبا أبحر شاب قطر زنبر أزيو تحط تمناي تمهرت عقم زلو هزبي كم خاين فلدني نا عمنا وتحت مخاني عين فلدني نا تعب أورب تزارب دل الأو شعات طوان قواتات زلو تزارب مخاب كلتي عبيت هاي مانوتات تمغيلا زلا إريترات بها العادي is a microcosm of all the problems of the third world. إذا قلنا نتسأقمات ناي علم ناي سالسي علم أب إريترا اللي يلو. حجي إنه تقول له إذا بحر الزخاء حدا تسأقم من ديو أدريس كم قبرون يتخال أدريس كي قبرنا نخيط سلزلنا كناو سلزلنا تتسأقمنا ناي وشتاوي هلاوينا حدنت ناي ودباتنا ناي برقيسا ومعبراتنا وزتي حدنت أي تسأقلنا لنا بس أخن الشاقل زلنا حزبينا مالتي مخنياتو رأي وموتي This is a big problem مالتي ناتنا عبو problem ازي ناي ولداني دقاي كونان إثيوبيا ونو كونو عيات تكام زلا We have a big problem سلازي نحنا أدريس كون قبرز قبقنا وبهاي مانوتات ديو بقوتات ديو بس كل ورابطنا نرخب أجي exploit قبرو خلية مالتي تاز زيادة exploit تدورو تخيل كا ابتدي تغانا الله تحتينا الله امو خاني بزخونا من قدون نرقا قاقياتنا نيرا مالتي ابتدي دحالفه سلزي نحنا نشتري عبي خيبلنا اتي عبي شاقلوتنا حجي كي تطفي تعدي امو خاز كل مليونات فينا يدلنا خيط افقنا حد الدمس نقبر كم كلا ولا حد هنتي اي دي ايز مثل نسي وكالينا كنبل مو تي عبد نجر داويت بوشتنا يزول مسانا يزول بر دقز مس حيلتات حنت اي قد اكاني اي وشت خاي قد وي ار نوت ادريسينغ كات كل صغماتنا كل بروبليمز ناشتو أي نقطفون أي نقبرون ألن بنت ناي تمهتاوي سأقام ألن ناي نفلت مثلا ناخو ناي نفلت نينا باك جراوندي نبرنا ناي إيطاليا كولوني ناني نخصاب 41 دحري أود زمسات سأقامات كأن فلطينا تمهرتي هو قديفنا داويد ديو كالي ديو قديفو بخندي شون كل الأفقالة تزي بس إحكا التمهر عقمون يبلنا سواي زخم إلو تحوت عقمي تمهرتن كالت أقامات اللو هزي أسي بقى example microcosm ناي problems ناي علم ناي فسال سي علم يا زخن فلت قال لنا مو أدريس كن قبرو يقبع أنا أول داويت هيبدأ لكم Thank you. Thank you. Well, الصوت عبيخ فتح زلو شجر نديو نالبات ارترا خاب كاب تبال هاجر ويكا ارترا ونت كاب زول من النت زمر البيزي مسانا خيب صنحيو حجون مسانا اللو نوخم فتحتا خيلنا بزوح شجرات مسوق فتح لنا مخالنا نيروغن هاي كالنا قلت حجز الله خناتات مثلا ني
نزل نقال زي بتصح جي بزو دي تبعنا ون اي اي كونان تي زلعلكو حتى غرب حجي حجي سي انتاينا هنقبر العلاوناتنا عن كالغل كم ذلنا نعم من ذات حلمتنا عن كالغل اللغم ذلنا نعم من وتي بوشت زلو حيلي نزي نغير زي كغلغلنا خم زي خل نري لنا قل كم كم تقاوم تخا قل نغير كنقبر كم ذلنا يسمعني هجي تا ولا يسوس تقسكايا نقال سلا تنهانا هجون نقال سلا زلنا مخانا فقط عيت نقرا يكون ولاتي بحنا قول لو تمتي ونسي نتهاجر كنا ما حدر عن نخلو عقمتاتن أو ودادوانا لنا دي يقول ناني it's a big question I agree with you on that سامع مساقاتن حجغي كساب نسو زراغت كتبالينا اعتاحتو اما لالوات حاو اسماعيل كورو بابزيها هلو كاريتو تحت توسخ كلنا تبوني in addition to what the chief said قرمالي كنت اوكي دحان احترار بيلنتاشن في دبرازي اما ما دحر اسماعيل قبل ان نفكر في وقوع الحرب من عدمه يجب ان ننظر الى داخلنا انه عامل الوحده هو مهم جدا ولم نعمل في هذه القضيه اي قضايا الوحده حتى لو اننا في كانت هنالك محاولات منذ زمن طويل لم تتم حتى الان ليس لدينا وعامل وعدم توفر هذه المساله لم يكن لدينا من يمثلنا ويتحدث باسمنا حتى لم نحاول ان نكلف التحالف بوضعه يعني حتى مع وضعه الضعيف ان يكون لم نقبل ان يكون ممثلا لنا. هذه هي مشكله كبيره. ولو اننا نحن كلنا يعني في 4 نقاط الكل متفق عليها، فلذلك لا ارى عدم العمل وعدم ان يكون لنا ممثل واحد، انه حمايه الوطن، وحده الشعب، ازاله النظام، اقامه نظام شرعي، كل هذه المسائل هي وما شابه هي الاشياء الكل الذي يتفق عليها، ولكن لم نجد لها من يعني جسم يقوم بتقديمها وكممثل موكل من قبلنا. التحدث بصورة والتحدث بصوت واحد هو مهم اليوم وأكثر من الأوقات التي مضت. وقبل كل شيء يجب أن نعمل هذا، يعني وضعنا يجب أن نلتفت إلى وضعنا الداخلي. أنا كثيرا ما أذكر جون دوغان، هو صحفي وهو أيضا يعني كان زار الساحة الأريترية سواء كان التي توجد في التي تتواجد فيها الجبهة والجبهة الشعبية، وذكر أشياء كثيرة، بيقول إنه يعني مشاكل التنوع الموجود في العالم، إذا كان رأيت إلى أريتريا ممكن أن تفهم كل هذه التنوع، لأنه هي بلد صغير ممكن لا يتجاوز مساحته مساحة لويزيانا، ويعيش على الزراعة، ودرجة التعليم فيه رغم أننا إنه نفتكر أنه نحن ناس متعلمين، لكن بيقول درجة التعليم فيه متدني ويدين بديانتين، وله مشاكل كثيرة. فبالتالي نحن هذه المسائل علينا أن نعالجها وأن نلتفت إليها، وأيضا يجب أن نوليه كل اهتمامنا إنه أن يكون لنا ممثل واحد يتحدث باسمنا. ومهما كان السبب ومهما تباعدت الآراء والأفكار، لكن نحن متحدين حول مسائل أساسية ممكن تجعلنا أن يكون لدينا ممثل وأن نصطف من وراءه. هذا هو شيء مهم جدا، فأتمنى
بجانب الرؤية أو بجانب أنه هذه المشاكل الحرب حدوثها من عدمها، بدلا أن نفكر في هذا، قبل أن نفكر في هذه المسألة أيضا يجب أن نولي اهتمام كبير لقضايا الوحدة وقضايا ممثل واحد يتحدث بصوت الإريتريين في كل المحافل الدولية، وأيضا يتحدث مع الإريتريين بصوت واحد. هذا هو من الأشياء المهمة التي أراها بجانب الأشياء الأخرى التي تم ذكرها. شكرا. اوكي، انا بايدي إسماعيل، إضافة إلى نفس السؤال ممكن تضيف عليه. ثانك يو داويت. مجمرة والديسوس على حكي نتي قداي صبو غيرو هي كابتشرد بات وي ار ان لاك اوف يعني زي بلنا قداي بزا أجاوبزي بزا أجاوبزي يبلنان يعني زو كلنا يبلنان زبلي أمر قليل النجار يخونن بقليلو من أي بقى كتب له قليل يخون كان يعني بايتا تبلو أب تبلو له بايتا خبيد مخانو سجوا I think يعني هي نيلت زي ايشو يعني اجي بقى تي زولو بقى نمن تايو كن زي حلو انا يتي حتو سيبوز مس زي بلدزو سي يدو زولو سيبوز مس حتو وايد يعني عبد الصلاة عامت سي سلم تاي زي حلو انا يعني فور استفاتات ينيو بو حدو تي من على بات سي اب within the circumstances يعني اكتزو نبرا خونتات سي EDA at least is EDA is لازم نبر زي نسي وكالينا هم من هول لازم نبر نوان حليف نص خمان سي إن لنا يزبر زلو اللي سوس which is true يعني حقيقة يعني أجي بقى إحنا زي تي سيبو خمسة زلو حطو سلام تاي زي حلو لنا يعني من هالبات أجاب أتالاليا شق قداتنا نخوف اللو أن حجز الناس زي مخانو يخون زلوا يعني ودعوني تي زي بيتاوي أتهلا الواناني وأتهلا ليا شجرنا وين إذا نقدر نخوف اللو أن نقول لك اللو أن كل زلوا أجاب أتعيينا يعني لك حصل زي اللي هي سخاريتي قال إيه تقولوا نجار يا ولد كان you have to revisit نتزل 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 نبن نزل لخايو نبر كان يا خا كتمزنن كتجمجمن يعني هدي تحرى عبيس أجمع كون النازل له تي أتحلال وأنا كم ودبات وكم بوليتيكا وتكالات لك عبي يعني عبي بحقني بقلن زخيدي هجر كم زلنا إنا بيهيف نجبر يعني يعني سي يعني اوتومونا اوتونومي ناي حسابات هذني ناي ودابين اثناني ناي بروغراماتون ناي بروغراماتون هلاوي لك ابي حقني تاشم زلو خمس حنا زي كنا سي حق زلو خمس لنا هنا بيهيف نجبر ويك انا كايدو تو داينا يا وداينا يا هذا عبتي صقم نسي سي بقى اما جرشه اتي انقفاض زخنا نازل لنتايو زي هلاوي زي بوليتيكاوي تكالات بلا بوليتيكاوي يعني اتهلالو اناتنا ابدي ناي دلاي فتحي لنا نصوعو زلنا كامب ويكاني بوتا يعني دي تي اتهلالو انا كبيو مالت كم ناس ازوخنا قو اوتونوموز بوليتيكال انتيتيز هنا بيهيف نجبر يعني دهرا ده نفسه زخاله autonomous زخون entities كوينو يعني naturally تعبين ناتو هو ده راي ينبري حاجة جزء يكون يعني وين هو ده ديرو نتحدى خ هون الله وي دهرا ده أبعتو بس أخوين ماني خا تبلان سناي forces ويكان حيلتاتي دهرا ده تحدى يعني خي كي
تي يعني خي دوم يعني كحمق وكان دومينيت يكبر زي كي انت هينو ابزته اتو يعني لكن ابزته اتو كله اتو ودعو هنا تاتو نقود نقود في كنا يعني ابزته اتو يعني اتهلاوي يو ابوتو كله نعو نعو زي كسر له ويكاري اتهلاوي يو خصم له الجوابي زمت زمت سلاز خونه يعني ናይ ዝተፈላለየ ዝተፈላለየ ህላዌታትን ፕራዮሪቲ ናቱ ዘለዎ ፕሮግራማት ዘለዎ ሕልምታት ዘለዎ ኩሉታት ዘለዎ ኣባላት ዘለዎ እዚታት ዘለዎ እዚታት ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ እቲ ከኣትዎ ዘለዎ እቲ ከዓ እንቲ የለን የብልናን ኢሉ ወልደሱ ዘቐሚጥዎ ዘሎ ንክህልወካ ከሎ ንሱ ንዑር ካልኣዩ እዩ ንሱ ህላዌ ናይዚ እቲ ህላዌ ቀዳማይ ህላዌ ናቱ ኣብ ሪስክ ዝቕቱ ክኸውን የብሉን ያ ስለዝኾነ ከዓኒ ስለዝኾነ ኣብ ፀገም ይኣትሉ ያ ድሕራይ ብሚኒመም በቲ ዝወህ ሓደ እሞ ክትሓጋገዝ ኣለና ዝወ ሓደ ንድሕረ ተባሂሉ ኣብ ምንታይ ትመፅእ ኦኬ ልፍንቲ ንገብር ወይ ዩናይትድ ፍሮንት ንገብር ወይ ፅላል ንገብር ወይ ኣምብረላ ንገብር ግን ስለዚ ኣብቲ ኣምብረላ ከዓኒ ኩሉ ክውከል ኣሉ ዋላ ولا ولقسب كمان يعني كم بيتو توهيبو حدا ولقسب كمان ابال زنبرو لي غزي كو نيرنا يا حج بقى ابو انت يهون على مالتي اتي خبط صح زلي كل زلي فيكتيم ناي وددرن ناي 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 بوتاني ناي زتفال علي برايرز اكوموديت نمغبر وي كان محقف زخيدي صراحه يعني يوحطو سلاز يوحطو امشرشا ጉዳይ ናይ ሪፕሬዘንቴሽን ይመፅእ ጉዳይ ናይ ሪፕሬዘንቴሽን ከዓ ፍሉጥ ያኒ ብኮታ እዩ ክኸውን ወይ ከዓ ብብፅሒት እዩ ክኸውን ኣብ ብፅሒት ካብ ኮነ ኣብዚ ኣይትሰማዕን ኣብዚ በጋ ኣብዘተ ነዊሕ ዝኾነ ዓመታት ዝወሰደ ኮለል ታይ ኣብ ቪሽስ ሰርክል ተኣቱ ማለት እያ ሕጂ በጋ እታ መልሲ ስለምንታይ ዘይሃለወና ዝብል መልሱ እቲ ዘለናዮ ኩነታትን ንሓልፎ ዝነበርና ኩነታትን እንደገና ቪዚት ምግባር ብወድዓዊ ኣገባብ ምርኣዩኒ ምምዛኑኒ ምግንጋሙን ጥራሕ እዩ ኣዝክዋፅእ ዝኽእል ማለት እያ ካብዚ በጋ ብዙሕ ኣይድያስ ክመፅእ እዩ እቲ ዘይሰርሕ ነገር ስጋብ ሕጂ ዘይሰርሐ ነገር ክሰርሕ ስለዘይከኣለ ክሰርሕ ከምዘይምክኣሉ ክዕግበካ ኣለዎ ንድሕሪ ደኣ ፕራዮሪቲ ናትካ ሕጂ ንፈርሖ ዘለና ንጓየ ዝብሎ ዘለና እዚ ደበና ውሕጠና ደሊ ዘሎ ክዓብጠና ዘሎዘሊ ዘሎ ደበና ስለዘሎ ከምዚ ወልዲ ሕጂ ገለ ክንገብር ኣለና ዘብፅሓና ኩነታት ንሱ ሰስተይንብል ስለዘይኮነ እቲ ሜይን ኢሹ ናትና ከምዚ ንዛረበሉ ዘምሰና ሕጂ ሓደጋታት ናይ ሶቨሬኒቲ ሓደጋታት ናይ ሃገር ውሽጣዊ ሓድነት ዝኽሉ ኣብ ሪስክ ዝኦቱ ነገራት ኣብ ቂድመና ኣብዛለሉ ግዜ በጋ ኣብዚ በጋ ካልእ መገዲ ይኹን ነዚ ዝዓንቀፈና ወይከዓ ነዚ ግዜ 3 ዓመት ዝወሰደልና ንዕኡ ንምድጋሙኒ ብዎ ኣቢልካ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል ኢልና ኣብኡ እንድሕሪ ኮይና ኣብ ነብስና ኣብ ሓደ ፐነትሬትድ ክኸውን ዘይክእል ስታብሊሽመንት ነብስና የእቲና ካብኡ መውፅኢ ኢና ክንስእን ኢና ኣብቲ ዓዘቕቲ ኢና ክንፀርሕ ኮለል ክንብል እያ ስለዚ ካብኡ ክንወፅእ እንተ ኮይና ካልእ ኣገባብ ካልእ ኣፕሮች ናሽ ክንቅይር ኣለና ያ መገዲ ክንቅይር ኣለና ያ ዘሰይ መገዲ ንመፃ ንኸዳ ንመፃ ንኸዳ ድሕሪ ድኣ ዘይተብፅሓና ኮይና ኣብቲ ኣድራሻ መገዲ ተብፅሓና ነገዲ ክንኩዕትን ክንምድምድኒ ክንከፍትን ኣለና ያ እዚ ከዓኒ ቦታ ኣለዎ ዜርካ ካብቲ ፋውንድሜንታል ከም ህዝቢ ገይሩና ዘሎ ጉዳያት እንድሕሪ ድኣ ተመሊስና ንዕኡ ክንበፅሖ ንዕኡ ክንርዮ ንዕኡ ጠሚትና ነዚ ክንንቀሳቀሶ እንተዘይክኢልና ሽግር ኣሎና ማለት እዩ ንሱ ካ እቲ ህዝቢ ማለት እያ እቲ ህዝቢ ከዓኒ ዜጋታት እዩ እዚ ዜጋታት እዚ ኢድኡ ክፃወት ሃገሩ ንክከላኸል ሃገራዊ ንክከላኸል ክንሕግዞ እንድሕሪ ኮይና ዕድል ክህወሃብ ኣለዎ እዞም ደቁ ክበላሓቱኒ ኣይድያስ ኣብ ሓንጎሎም ክዕኩኹኒ ኣብ ጣውላ ኣቐሚጦም ይህን ምሂን ተባሂሎም ኣብ ዘተኣትዮም ሓድሽ መርሆ ወይ ከዓ ሓድሽ ኣገባብ ነዚ ዘይረኸበናየ ዘለና ምከ ህፁፅ
ኮይኑ ኣብ ጥዕና ድሕሪ 30 ዓመት ድሕሪ ዝኩሉ ክሳራታት ህፁፅ ኩነታት ኣምፂኡልና ዘሎ ንዕኡ ንገጥመሉ ኣገባብ ደቁ ክደልዩ ዕድል ክረኽቡ ኣለዎም ማለት እያ ዕድል ክረኽቡ ኣለዎ። እዚኦም ኣብ ውሽጢ ውድባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም፣ ኣብ ምንቅስቃሳት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ መንእሰይ እያ እዚ መንእሰይ ሂጂ እዚ ዕድለኛታት ኢና ዛት እዚ ሓላፍነት ተሰኪሞ ይኹን ኣይኹን ኢሉ ነብሱ ጠርኒፉ እዚ ኣብ ጎደናታት ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ዝዛረብ ዘሎኒ ክሳራታት ናብ ነብሱ ዘምፅእ ዘሎ ኣካሉ ዝገድድ ዘሎ መንእሰይ እሞ ከዓኒ ካሊእ ብሕርሓታት ዝበላሓት ዘሎ እያ። በዚ ንኣብነት ኣዳል ዝብል ይጅምር በዚ ማማዕርፍ በዚ ብሪጌድ ንሓመዱ ይበሃል በቲ ገለ ይበሃል በቲ ይበሃል። እዚ ኮኒ ናይ ዓቅሊ ፅበት እዩ። እዚ ሓቋፊ ይደሊ ያ እዚ በካ እቲ ዘሎ እቲ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታቱ ርእዩ መዚኑ መዚኑ ገንጊሙ እቲ ዝመፀ ዝነበረ መገዲ ስለዘይዋፅ ነዚኦም ከዓ ክሓቆፍ ዝኽእሎ ህላወ ናይዚ የብልናን ወኪል የብልናን ዝዛረበልና የብልናን ድምፅና ህዝቢ መልእክትና ልኡኹናት ከብፅሕ የብልናን ኢና ሕጂ ንዛረቡ ዘለና እንተዝህሉ እንተዝህሉ እዞም ታሽሙ እዚኣቶም ሎሚ ጋራንቲ ምኾኑ ነይሮም ነቲ ነቲ ሃገር ኣጥፊዑ ኣንተቦ ኣይነኣምኖን ኢና ንብሉ ንበርና ናቱ መተካእታ ዝኸውን ድምፂ ንክገብሩ መሓገዘ ነይሩ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለና ኣነ ያ። ስለዚ እቲ ፋር ዘረታሽሙ በጋ እንታይ እቲ ነህጅ ወይ ከዓ ነቲ ኣፕሮች ክቅየር ኣለዎ መርሆ ክቅየር ኣለዎ መርሆ እንተዘይተቀይሩ ኣብ ኮለሊሉ ክከይድ ክቅፅል እዩ እቲ ጉዳይ እዚ። ግን ነዚ ዕድል ይህበና ዶ ዝገጢምና ዘሎ ቅድመና ዘሎ ኩነ ዕድል ይህብና ዶ ኣይህበና እዚ ካሊእ ሕቶ እዩ። እዚ ካሊእ መልሲ ዘድልዮ ነገር እዩ። ኣይሲንክ ወዲእ ኣለኹ ፈርዘር ከመይ እዩ ሞኔቲ መገዲ ክክየድ ዝብል እንተኮይኑ ዳሕራይ ኣነ መናርባስ ርእቶ ይህልወኒ ዚ ንድሕር ኣድላይ ኮይኑ ያ ንዩ ዳዊት ወዲእ ኣለኹ ግርማይ ጋድ أولا أشكر الأخ ولد يسوس ذكر أشياء يصعب في أمور عادية أو غير عادية ذكرها وسمى الشيء بالاسم وهو عدم وجود ممثل واحد للإريتريين. أيضا التحالف الذي لم نهتم كثيرا أن يمثلنا مع كل ما كان يعانيه من مشاكل اليوم أيضا حتى لو أردنا أن لو نفتش عليه لم نجده. السبب يرجع ولكن أنا أقول انعدام الممثل المتفق عليه من قبل الإريتريين تحت مظلة واحدة السبب يرجع إلى ممارساتنا التي لا تساعد على وجود ممثل واحد لأنه نحن نتصرف أو ممارساتنا هي أو تصرفاتنا كانت تشبه كأننا نعيش في وضع قانوني طبيعي وتصرفاتنا أيضا نتصرف كأننا جهات مستقلة متنافسة في الوقت أنه نحن ليس متنافسين. وعندما حتى لو نافسنا بعضنا البعض عندما تتساوى المنافسين من حيث القوة والإمكانيات عليهم الدخول إلى حوار دون من أجل العمل الموحد دون التنازل أو ترك خصوصياتهم، ولكن هذه لم نفعله. فبناء مظلة تحتضن الجميع بما لديهم حجمهم وإمكانياتهم لم نعمل في هذا الاتجاه، وأنه تصرفاتنا كمتنافسين وجهات مستقلة منعتنا للوصول إلى هذه المظلة التي تحتضن الجميع. أيضا لماذا لدينا أيضا سبب آخر لماذا ليس لدينا ممثل واحد؟ أيضا علينا مراجعة كل الطرق التي سلكناها من أجل قيام أو دمان من أجل عمل من أي أو دمان وجود إيجاد ممثل. الطرق التي اتبعناها لم توصلنا إلى هدفنا أي خلق ممثل واحد، فعليه يجب مراجعتها وأن نأتي بطرق بديلة وطرق جديدة توصلنا إلى
إلى ما نريد الوصول إليه. اليوم وصلت الساحة أيضا إلى ظهور قوة إريترية شبابية تقوم بكل باتجاهاته، يقوم بعمل ما لعدم وجود مظلة تقودهم نحو العمل المشترك. فبالتالي كل ما يتطلب في هذه المسألة هو أنه أولا أن نراجع أن أنفسنا، أنه الطرق التي سلكناها أصلا إذا كانت يعني لم توصلنا، يجب أن لا نجربها مرة أخرى، يجب أن لا نجرب المجرب الذي أصلا لا جدوى منه. فبالتالي وجود سلك أو طرق آخر هو مهم جدا. أيضا التصرف كأننا جهات مستقلة أو كيانات مستقلة متنافسة، يجب أن نتراجع من هذه المسألة. نحن ليس جهات متنافسة، ممكن أن نتنافس فيما بعد، ولكن اليوم لا يوجد شيء يدعي إلى التنافس فيما بيناتنا. فيمكن العمل فيما نتفق عليه من أجل إزالة النظام، ومن ثم بعد ذلك ممكن التنافس يكون فيما بعد، ولكن هذا هو ليس مجاله. فأنا ألخص النقاط التي ذكرها الأستاذ إسماعيل، هو أولا أن نحد أو نتوقف عن ما عن عن أن رؤية أنفسنا أننا كيان مستقل ومنافس لبعضنا البعض. والشيء الثاني أيضا أن لا نسلك الطرق التي سلكناها ولم توصلنا إلى أهدافنا. الشيء الثالث علينا أن نراجع كل هذه الطرق، وأن نوجد طرق بديلة ممكن توصلنا إلى أهدافنا وتجعلنا للوصول إلى مظلة جامعة ممكن أن تؤطر فيها كل القوى السياسية، حتى لو كانت أفراد أيضا أن تتأطر في هذه وأن تعمل في الاتجاه تسويب كل إمكانياتها للاتجاه الذي يمكن أن تسوب فيها بدل أن نسوبها في بعضنا البعض. فهذا ما حبيت أضيفه، وإذا كان لدي بعض النقاط ممكن في الفرص القادمة ممكن أضيف بعض النقاط أو بعض الإضافات فيما ذكرته. شكرا. داويت داويت بريس كوين اللخان ولا انت؟ أنا تبع لا لا لها تبالها. اوكي نعم انا عرفتك زينا، قصنا دخلنا هنا قرب نحر تعقش كمني قال خلت دخلنا حتى تاتلون عن مجلسنا عرفتهم كيدنا لحرايتهم ايدكم حفا بلكم دلهم حدلك نبوكم هنا ناب كفوت كنت اقنعت بينا انا دلواني تي حاول ليسوس عمار كمون حاو اسماعيل دقاقي مام دنقرون هذا اللو حبيت قدات أبكر هنا خن ملسوا زلنا خمز اللايو هاي مس كله تزبل ويسامع قن قنا أنا تا أبز جزيز سي قال أنا غير كن جورو النخل أنتم متنخلي نابها لايه نعم نتابتي شات هذا حونا تايب لالو كبدت نايت غنطات ولا سلام انتاي كم مساغري هاغراوي نايم كل خال بايتو زين اقوم يبلالو اقداسي ريتو يو قل تي خنتي كم تقاومتي داي كنقبري نابزي قدس زغنطات زي حجون سرعات إساياس من البات نتنا يتقاومه حيلي نخجم معه عدل ذرخ بلغ نتاتو نخون نخاليو في اللايتي مكل غال هاجر مكل غال زعتها واحد النت بهالنجر كلنا أنا أوت سميدنا نكالس هالنا
እዚ ምጭራ ክልዕሉ ፈቲኖም ኣለው። ቅድሚ ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ኣብ ምንታይ ከምለው ደቀና ኩላትና ንፈልጥ ኢና። ከም ተቃወምቲ ወይ ከም ንፍትሒ ንቃለስ ዘለና ኣካላት ወይ ሓይልታት ብኸመይ ኢና ነዚ መፀዋድያ እዚ ክንሰግሮ ንኽእል? ብኸመይ ኢና ሓድነትና ሓሊና ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ክነምፅኦ ንደልዮና ለውጢ ምምፃእ ከይዘንጋዕናን ከይረሳዕናን ኣት ሴም ታይም ነቲ ንልዕላውነትን ዛታዊ ሓድነትን ዘተኮረ ቃልሲ ክነካይዶ ንኽእል? ኣብዚ ሓው ወዲ ድቡስ ዕድል ክህወ ናትካ ርእይቶ ክትበና ኣባ ዝግልካ ዶ ግርማይቲ ትርጉማ ካሕቶ ذكر الأخ والديسوس والأخ إسماعيل أشياء كبيرة. أيضا ورد في الفيسبوك سؤال لأهمية الموضوع وحساسيته، لماذا لا نوجد مجلس انتقالي مؤقت؟ أيضا النظام بدأ في محاولة، يعني لم تنتهي، لم ليس بدأ له محاولاته لاختراق وطرح اختراق المعارضة وطرح أسئلة يعني خادعة من خلال محاولته لطرح مسألة يجب أن نقاوم هذه المسألة سوية أو دون الاعتراف بوجود هذه المقاومة أو رأي آخر في الساحة. فكيف ترى هذه الأشياء؟ ልክዕ ከምቲ ዝበልካዮ ነዚ ዕድል እዚ ክጥቀም ኢሉ ክፍትን እቲ ስርዓት ኣብ ተቃውሞ እንታይ ንግበር ዝብል ሕቶታት ተላዒሉ ብዙሕ ክትዓት ከም ዘሎ ይከታተሉ እዩ። ናቱ ስራሕ ክሰርሕ ከዓ እዚ ከም ቅቡል ጌርና ክንወስዶ ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ገለ ዝዛወር ዝርዮ ዝነበርኩ እንታይ እዩ፣ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ ስርዓት ምቅያር እዩ ዝብል ይርኢ ነይረ። ብሸነኸይ ብርግፅ ንስ እቲ መሰረት ናይ ዝኩሉ ጠንቂ እቲ ስርዓት ስለዝኮነ ንስ እዩ ክቅየር ዘለዎ መጀመርያ ማለት እዩ። ነዚ ክቅየር ከም ዘለዎ እዚ እቲ መሰረታዊ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ፀገም ንሕና ዘለናዮ ሃገራዊ ይኹን ብኣህጉራዊ ደረጃ እዚ ኣካል እዚ ክቅየር ኣሎ። ዳርጋ ክዝረብ ዝፀንሐ ካብዞም ምፅኦት ሕጂ ክትዕ ዝካየድ ነበረ ብፍላይ ወልደስን እስማዒልን እዚ ስርዓት እዚ ፀላኢና ፀላኢ ናይ ሃገርና ስለዝኮነ ክቅየር ኣሎ ዝረባ እዚ ክቅየር እንተደኣ ኮይኑ ድሒሩ ዝመፅእ ሕቶ እንታይ እሞ ክግበር ኣሎ ወይ ብከመይ ኣገባብ ክኸውን ኣሎ ዝብል ሕቶ እዩ ዝስዕብ። ነዚ እቲ ኩነታት እውን ኣብ ግምት ወሲድካ ንመፃኢ እውን ብኣዝዩ ድልድል ብዝኮነ መገዲ ክሰርሕ እንተደኣ ኮይኑ ንሕና ብዘይቀል ዓለም ኣለውና እንብሎም ፀጋታት ናይ ተመክሮ ፍልጠት ዘለዎም ብሓደ ኣምፂኢና ፅዑቅ ዝኮነ ዘተ ኣካይድና ዳርጋ ኣብ ናይ ሓባር ተረድኦ በቲ ጉዳይ ናይ ምርዳእ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ሓባር ሳይኮሎጂካል ምቅርራብ ክገብር ከም ዘለዎ ጌርካ ምስቲ እንገብሮ ናይ ስነ ኣእምራዊ ምቅርራብ ምስ ክመፅእ ዝኽእል እቲ ናይ መወዳእታ ክንበፅሖ ዘለና እዚ ሕጂ ሳጀስት ዝገበርካዮ ድዩ ወይ ካልእ ክንበፅሕ ንክእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ እዚ ተታሒዙ ዘሎ ብቀፃሊ ሰብ ኣብ ሓደ መደምደምታ እንተ በፂሑ
حجد أرجعتي تسرعاتي تقول أنت ما يقول له خير اللوز بالسلاز بس حزله أتليست خبزون الزارب زلنا أم خمي قرنا إنا تي بحدا أكل كنا لا تقولي له زلهم قط من مخيل زبل حتى كم هزت النوتو بزي مدوغاي قلت في زبالي قنكا بزتتسنع برقص بزخانه ملكة أو حدا درجة تردو بجون كدوغمو سايكولوجيكالي كله تزبهال نبرة نريو لنا زخي زلو منكسوازات لبدا درجو منكسواز كل عال كله كله أشمات نهوغو درجة نتعانق فينا نيرنا مالجي سلازي نزي زخون أب حدا فتح نوتسح نفيلنا تني حبار فتح شعو أبز مرحنا من كين نخيل possibly زي حساب ذهب كايا مالتي بزي حساب يعطسو يغني لي ودي له Thank you. How can you continue on that? If those are written Haralika, for like come up diplomacy to not of the Lahasabka, the diplomacy of Shanahat and Tai Hanga Berna Corrupt was a Kalutz book. Can we again get my Obazgi? ربات تترجم كايا اوكي طبعا الاستاذ عقباس قدبوس يقول ان النظام سوف يحاول ان يستفيد من مواقف المعارضه ومناهضتها ومقاومتها لاي قوه خارجيه التي تريد ان تنال من سياده واستقلال اريتريا، ولكن نحن ان يجب ان ندع في الاعتبار تغيير النظام هو كما ذكر من الاخ والديسوس والاخ سعيد هو يعني المشكله يعني وحلها يتم في ازاله هذا النظام. وايضا هذا النظام يعني في اتجاهات خارجيه او اتجاهات دوليه ايضا تقوم بتغيير تذكر او تتحدث بتغيير النظام، فبالتالي النظام هو يعني في رأس المشاكل باعتباره رأس المشاكل سواء كان لأوضاعنا الداخلية أو أوضاع الدولية، فهذا شيء يعني واضح لا يتم إلا كل الأشياء لا تحل إلا الأشياء إلا بإزالته. هذا النظام يجب أن يذهب، لكن الشيء الكبير والمهم والذي يجب أن نفكر فيه مليا هو ما بعد النظام. هذا هو الشيء المهم يجب، ولهذا ولأهميته يجب أن ندعو إلى أصحاب الإمكانيات لإنارة الطريق التي يجب أن نسلكه، وإذا والعمل الذي يجب أن نعمله ما بعد النظام. حاليا كيفية مواجهة الأوضاع يتطلب حسب أولوياتها علينا العمل لمواجهة الأوضاع التي تقف أمامنا. كل هذه الأوضاع آخذين في الاعتبار الأولوية التي يجب أن نعطيها الأولوية، واللي يأتي في المرتبة الثانية يأتي في المرتبة الثانية، ولكن علينا العمل والعمل دون هوادة حتى نصل إلى ما نريد أن نوصل إليه. أوكي. All right. Okay. How it cuts it. Harald. ناو تصبو اتنك سقاب حجي ما من اربع طفتناي دبلوماسي صراحة يسرح سلو ظله ولا سقاب حجي قحاتونا زنحو تي انترناشنال كوميونيتي مالتي كل هنا تقالشتي ايرتراويان ببزر لنا يو ما عاد صوم عم نخلو جيزي تناقا قامي اتشقرنا انا نقل صلو مزي صراحة تزيكو قوامي يبلو نزي صراحة تزيكو نهزبنا خمزي قيرو عصاراتي وي صراحة تزيكو اب حقيا يأمني اب فري بروس يأمني اب قوام يأمني بايتو يبلو ندابلنا قد على التراجع مي نت إنترناشنال كوميونيتي كنقول تقولوا تاني حنا هنا السوم زبلنا زلوجن
اوكي السوق اب كواليتي سرعات اتنك والله خفت السرعه نت سرعات كاباكم نحن نلعل نفوت اي نازب الامنت لنا قد اتفتح سي انتاي حجي بزكاء من قد حجي نحن نت انترناشنال كوميونيتي مثلني اتي نحن خن قبرو زقبعنا ويكا تفتح نبلو حجنا يمكن تقرب على نازب الامنت لني كم خن بالكلنا قا ناتاتهم انترست ناتاتهم ربحا قا اب قمتي اتي خامالتي شعوتنا حقاز ربحا قا نعم دربحهم اب ناي سرح اب معقل تراقب كاخت سرح تخيل خامالتي حج من البات مز حج زلو حوا هو اب قمت اتخات نحنا كن قورو زقب ان انت ايو زبل نعي كم زرعيني من البات اب اربعت نتوتات كم اغلن دس ما بلني بقدام نت اي تينك نحنا دليتي فتحي اتناي ولك اوي سرح قريفنا افتناي قانتا افتناي هاجر افتناي هزبنا سرح تاعتنا ذا حاشي قويلو اسمعني بخلاي منجدي اتفلياتنا قريفنا تزراخبنا او توكيرنا تسعرنا تدخمنا ذا حاشا خوينو يرايني من البت نتفلليانا كا بزي حاشا منجدي اندا اصببنا تسرحنا وتسيتاوي خوينو نهزبنا نهاجرنا يا ربي حزب الامنت علني بسالساي منجدي اي ثينك زمن اسي فتيرو ظلو نعبي بتمرتو خانه بتي نتورك ريليشن شيب ويكا زمدنا ببز تفلالي اترينا يصنحنا نزمن السيزي بخمي غيرنا كنحجزو نخد نزبل كنصعرلون كندخمولون يغبانا زبل امنت علني توساخ خا ناي تسرع دقفتي ناي تسرع دقفتي ولا خط لوطم تدلخام كتلوطم اشغاريو تحلنا زلو دلاي فتح خاني بتعقم ذفكر له خا يسعر الله حجتنا احنا زقدسنا ويك اهم سعر له كن دخملون زقبعنا الى زامنكا افت ما اخل كوينو ازقيتو زلو تي ماجوريتي سايلنت زبحال لمن تاي ازقيتو زلو يلكا مرميركا نعون ارديخا ميهيركا نابخنا وجن ممصو الله يكوينو يسمعني እቲ ራብዓይ ከዓ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ማለት እዩ ፀገማት ናይቲ ስርዓት ምግላፅ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕና ከም ፍታሕ ንሕና ከም ሃገራውያን ንሕና ወከልቲ ከም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ኣለናልኮ ኢልና ተጠርኒፍና ዩኒቲ ናሓሊና ክንቀርቦም ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ሕጂ ባዕና ወገን ቀፃሊ ምስቲ ስቴት ዲፓርትመንት ርክብ ንገብር ኢና ዋላ ምስትናየ ዩሮፒያን ዩኒየን ኣብ ዝመፁ ዘሎ ምናልባት ሰሙናት ኣዋርሕ ፅዕቕ ዝበለ መገሻታት ክህልወና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ቅድሚ ሕጅም መገሻታት ነይርና እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቅሩብ ኣዋርሕ ማለት እዩ እቲ ሕቶታት ዝሓቱና ዘለው ኣዝዩ ንፁር እዩ ነቲ ስርዓት ከምዘይኣምንሉ ዋላ ነቲ ስርዓትም ክኸይድ ድልየት ከም ዘለዎም እዮም እሶም ዝደልዩ ዘለዎ ግን ነዚ ስርዓት ዝትክኦ ስኒ መን ሓቢርኩም ምፁና እዩ ዘሎ እቲ ሕቶ ሞ እቲ ሓቢርካ ትብል ምስራሕ ነዚኣ ቀልጢፍና እቲ ግዜ ይኸደና ስለ ዘሎ ኣይንክ እቲ ናታትና ርእቶታት ወይ ከዓ ፍልልያት ኣፅቢብና ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ታንክ ዩ طبعا السؤال كان بما داويد غير ما يقصر للاخ عوض كان سؤال بما انك تنشط في المجال الدبلوماسي ماذا هل لديك ما تضيفه الى النقاط التي وردت عند طبعا في المجال صحيح اننا ننشط في المجال الدبلوماسي عندما طرق ابواب الجهات التي نطرقها سواء كانت من المجتمع الدولي او حكومات مثل الاتحاد الاوروبي او وزاره الخارجيه الامريكيه عندما نذكر لهم اننا نعاني من نظام استبدادي والنظام حرب شعبنا من ابسط حقوقه الوطنيه وحقوقه الانسانيه ردهم يقول اننا نعرف النظام اكثر مما نعرف عن النظام اكثر مما تعرفونه ويقولون اننا نفهم ما تقولون ولكن انتم يجب ان تاتوا الينا بشكل موحد او بوفد موحد حتى ان نستمع اليكم لكن الاتيان من اتجاهات مختلفه هذه لا تساعد فبالتالي انا ارى انه يجب ان نعمل
أخذين في الاعتبار النقاط الأربعة التي يمكن أن أذكرها، هذه يمكن أن تساعد في عملنا، وهي أولا العمل الجماعي. يكون لدينا تنظيماتنا أو أحزابنا أو جمعياتنا، ولكن هذه هي حالة لوحدها، ونحن يجب أن نعمل عندما نواجه المجتمع الدولي وعندما نواجه شعبنا. أيضا يجب أن نعمل بشكل موحد. الشيء الثاني هو العمل فيما نتفق عليه، أيضا يجب أن نترك الأشياء التي نختلف عليها وجانبا، وأن نعمل في النقاط التي نتفق عليها وهي كفيلة للعمل مع بعضنا البعض. النقطة الثالثة مساعدة الشباب فيما يقومون به، والنقطة الرابعة هو المجتمع الدولي، تقديم نفسنا إليه بشكل موحد، لأنه تقديم أنفسنا أو مواجهة المجتمع الدولي بشكل انفرادي هذا ليس عمل لا يساعد. أيضا لدينا زيارات في لوزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي في وقت قريب، لكن كل ما يطرحونه هو أن نأتي بوفد موحد، فعليه يجب أن يكون لدينا ممثل واحد، هو هذا المخرج وفي العمل الدبلوماسي. أما الطرق الأخرى سوف لا يكتب لها النجاح، مثل المحاولات التي قمنا بها من قبل على شكل منفرد. أوكي. Thank you very جاوبت much. بالميل This is كت كتصلت ناوي كتصلت غالغة. قلت لك بك جن. نال وقت ديتن كفنا يونا قرن تايو. كل جزء شجرنا كبير مهانو يراين نايو. جن تي كل تزفتر كنت أكثر من لازم تو عدلات وي opportunities مرأين نعو كمان تكملون زي ما لايون نبعلو تعابي شقري مثلا هجي في الوقت مسو تعايش كا مستخدم لو الدرز اللي هتعايش كا كنت ممتاز دريكا إزي زلنا يا هنا تات من الوقت كبيت كهون خلقن بوغاني قال قال كبر الكال ويز فتر دل عدلات الله بهلا يب في اللاي اوش تيرترا نايمتاو اب حزبنان اب سراويتنان ويكا سراويت ارترا اب غني تقاومو ويكا اب غني فتل ديموكراسي تكاد كالسي تطو نايم بالو تعارضات دل اوبورتونيتي مرايو قال آيا بيتوبيا زلون أي سلام حيلتات كماي أبروتش كن غورون غلون انتاي عدلات كم زلون زين مسو تاعيس كات تترس كالنا تبو. Thank you. Thank you. Thank you. طبعا مشاكلنا هي كثيرة، ولكن عدم الاستفادة من الفرص التي تأتي بين فترة وأخرى، وأيضا الدخول أو الوصول إلى شعبنا في الداخل وقوات الدفاع الإريتري، وأيضا إلى القوة المحبة للسلام في داخل إثيوبيا. كيف ترى الوصول إلى هذه الجهات؟ أي Okay, thank you. كاتسل والريسوس كاتسل يا Thank you. Thank you, Jeremiah. Thank you, Dawood. ناي مجمريا مس ناي ودنا عود قداس يأتي كسقاس مالتيو من رخاب مس كل حينتات ذكالة كاتقبر كسا عطي تدوليو ذركب مالتيو خساب تي تدوليو سلال يخون حدا دمسي يخون كساب تقبر تطو كتبل اي كالني جن كبلوز دلي خوني بني عاوت انتايو نابز حلف عسران حمشتن عمتات أبيلو
أنا ونزل له خلو إذا خلو التبسيحي مالتي ببول كخاخوني ببي حنساب ندخون كاوي نقبر نيرو مالتي جن حدا دمسي يعني كلاتنا دمسي تبهلي جمرا بيلو تطوز بلنت زي كوينو أي دبرنايو أجي برد بعقبتي وعقبت زحات أحوات مالتي بقدب زلون زي اللون مالتي بحد خينا عند حتى زيد مسنا نبصحو يبلنا نزبل عقبتات سلو زلو إذا قد دايزي هصوص نقرات كندلية اللو ألنا مالتي نصها أقرم قدي كلت نقرات حلفنا اللو حدي كندي تعرفات قبرها اللو مالتي بالميديا نايزتي ميدياتاتنا سعر غيرهم يوم مالتي بتن بتن نسمعهم من قدي كالئون كندي ماميتات مسحنا نيرمو اتي حجي خنقبرو زلنا نزن كم كوم كوم كوين نزلوا ويكخونا ندليل نابنت كبابي يأكل حدا كوم كله خلو كبابي بوليتيكا ودباتكم كالئكم عينت كومون كالئ دخون تترانيفو حال الدم سخون تسبيت نيرنا مالتي تسبيت كألنا نسيتي سلال زبهال كالئ نقرات كدمتي حتوتات كاما بالله شي داوي كالئ نقر انتا ألنا نابنات زي والكسب كي ترفي النبلو والكسبات كلاتنا حجي أبالاتنا يأكلينا أبالاتنا بريغيد نحمودين بمنفسنا بسمعيتنا مالتي اذا كن اي غسلنا يوم نابنت قدمي تحلف في لهم وي ميديانا يخون ولا مهوراتنا حد دعابي امامي موساتهم وين حد الناس غيرهم مالتي توم قراربو زخولو حد الناس غيرهم نابنت ميديا بملو زي ناي زتي ميدياتاتنا دمس اللوي مسكالوت كوينو بكبر نزلونا ابنت ناي بهجر درجة امريكان كندا كلت تشح ارتراويان اللو ابعد انجليز كساب حمسة شح اللو ابزاز اللوخوان اشتي سويسرلاند 4 شح اللن أب جرمن كمان كم 85 شح أب شودين 5 شح وزته نفلطينا تغسطين نتهم هقدفون نوكلهم هنا مالتي حجينا يزوم 5 شح أب سويسل أب سويدن زلو ويك 5 شح أب عد إنجليز زلو عسرت وكلت مسؤول نخبها لك المال حجي قلت في نجر كلي الناي خنياتي لفنت تازلو بحاري كساب نقبرو قزيز وسد انتخوينو نزون انتفتن نايو صبقي ويلخ زارب دليه مالتي نتناي حادي دمت خنم سي زي اوارح كي حلفي قزيه كي حلف حدا نقت مقبرا لنا بزبل الرأي النالو تاويت كنت اصان حكا تبلز اللو خاصي انتتناي إرتراوي ديفنس فورسز كن أتون تخونا ويكأن هزبنا خنسمعن تخونا هزبنا مس اسمعنا مالت حادي إذا تفت إرزلو معبلنا بريغيد يأكل بريغيد نحمدو بقليل زرعي كونان مخنياتو نتوم أبسراويت إرترازلو دب قوميو أحواتوميو انت عنا أسول سلازي يسمع إذا لو تقول زي نقدر زي كي ودق ناي بريغيد محمدو بملو ببزل نايو قالوا بخنه بقول لنا نسخايتي سحبتنا هزبنا وش تظلوا بدقكم بحواتهم غير كا كبس حزك علي مالتي تصفى اللو مالت كبلا كاد اللي اتنا ايتوبيا انتهينو جيجاتات نفس مينا مالتي مس إثيوبياويان أمنا أمنة مترت أرن كان بزحية بالنان مالتي بما تأنو طريق خوون زنو برئي نابنت مس قربيتنا تقرأي كوني مس
بحجي سلاينا نوين كلاتنا خويننا بحر الزرب زولو أبي كوني مزياتهم ديستانس زحزة ركك قبر قبوي مالت كل جزية خلونا زنوبرو نقري كنصق زي بلو نقري مالت وخنياتو ديستانتلي مس حيلتات إثيوبيا زقبلنا لابنت نزق قبلنا حيلتات كنصق يبلنا تقاقل لخا إذا ذا قداي زيا عريا إلنا كن قربهم زلنا الحيلتات اللو مالتي سلازي مرجع بلنان مالت سلاقي سلاقتنا إخوم همزو يسياس قبرو زل سلاقتنا ودو سلاقتنا إخوم سخات كميلكا مس إثيوبيا بوقت راي متأمات مسكال حيلتات هون أبوقت راي متأمات زي كوني كقبر زكاليو تي مس تقرأينا أبو الناس قبر زنبري أنكو سيلفي أنا كواتي أرز رح أقف في حيلي يعني رمالت بي فوكال بي اللاون ولا بتي زقبرو جيجاتاتهم جن ستيل تي روحو زمدنا خلو كم زلينا أمني أنا كم سب مالتي بخنيات الصباح نوغو لو تخبر كله ترانزيشن قلنا غير كبر كله فايلنس كل جليس كل جليس اللي هو اللي زقل اب ترانزيشن نقول راه بتخاحيس كاخت صنح لك تتنقو زي اي تكبر زي اخا اكبر كابزن ان يوك تكبري اي تقولون يوك كنت كبهال الومو بس اثيوبياويان وين بحجي جميرنا ولا توم صلاتنا خي قبرنا على سيدي بحرخ وسيدي نزبل صلاي كان صلاي كيف تركا تقاقل لخا إلنا كن قربون كن زاربون كلونا إيه قن دمس يلينا اللو داويت نبلوز لنا هذا دمس الخو ودي الله خيرا لي Thank you, thank you. All right. Gurmai, turgumalna mo dhriyu Johannes na bhraftun kaidina. Mistamalasna tom hadil li hamna kum ktahatu tsana hakum. Okay. Go ahead. Ma dhakarho عود هو مهم المخابطة الجهات الدولية هو يعني هو مهم جدا حتى يجب أن لا يتوقف حتى أن يكون لدينا ممثل واحد التحدث إليهم من خلال وفد واحد وممثل واحد هو جيد جدا ولكن هذا لم يجب أن لا ينقطع عملهم أو عمل مخاطبة الجهات الدولية أو حكومات النافذة في على مستوى العالم يجب أن يستمر حتى الإتيان بوفد موحد هذا طبعا كنا نعمل في السابق أيضا في هذا الاتجاهات وكانوا نفس الأشياء التي ذكرها كانت تطرح وحتى الآن لم يحدث لم يكن لدينا ممثل واحد ولكن أن يكون لدى هذا الممثل هو مهم وأيضا أيضا أناشد وسائل التواصل وسائل التواصل وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الإلكترونية أن تقوم بدورها وهي أيضا كانت تقوم وتنادي بهذا الوفد الموحد أو العمل الموحد للإريتريين وأن تستمر في هذا المنوال حتى يتحقق الهدف حتى أيضا توجد اليوم مجاميع هنا وهناك على شكل مجموعات بدأت أن تعمل وأيضا هذه حتى يأتي هذا الجسم الواحد يجب أن تعمل كل بالاتجاه الذي يعمل فيها العمل يجب أن لا يتوقف أيضا كيف يتم هذه المسائل توحيد هذه الآراء أو إيجاد ممثل واحد إن الأريتريين في جميع دول المهجر موجودين بأعداد كبيرة في كل الدول المتواجدين عليها أن يقدموا ممثلين يعني يرتقي إلى أو يكون لتعداد يعني يمثل تعدادهم فهذه أيضا هي من الطرق التي يجب أن نحاول لإيجاد ممثل واحد أما الوصول إلى شعبنا الحراك الشبابي الذي موجود اليوم في الساحة من ضمنهم برغيد محمد وهذه القوة الشبابية هي
من أبناء وإخوان الموجودين في الداخل، فبالتالي بإمكان الوصول الأصوات صوتنا من خلال هذه الحراك، فبالتالي علينا أن نعمل هذا الحراك حتى لا يخمد وينتهي في مهده، بل أن يستمر. أيضا ذكرت تعاملنا مع القوة الإثيوبية، سواء كانت المحبة للسلام أو القوة الغير مناوئة لنا، ولكن نحن أيضا في هذا الجانب مقصرين. يجب العمل مع هذه القوة، ولكن العمل يجب أن يكون ليس من خلال علاقة مفرطة ولا ابتعاد الغير مبرر، يجب أن يكون متوازن علاقتنا مع هذه الاتجاهات، حتى العلاقة مع التجراي. أنا وحتى لو أنه كنت يعني بعيد عنها، ولكن لم أكون يعني مرتاح لها، لكن هذه هي أيضا قوة، وكلها هي قوة. هذه القوة المجاورة أيضا نحن سوف نحتاج لها في العمل الانتقالي الذي سوف نقوم به، إن أن يكون لدينا جيران آمنين ويأمنوا مننا ونأمن منهم، فبالتالي يجب علاقاتنا مع هذه الاتجاهات أن تكون موجودة، لكن بالتوازن، لم تكون يعني بطريقة مفرطة ولا تكون بابتعاد الغير مبرر. ونحن في هذا الاتجاه ممكن نقول إننا مقصرين أن نربط وأن تكون لنا علاقات مع القوى السياسية الموجودة حوالينا، غير القوى الرسمية الموجودة حوالينا. وأكتفي بهذا القدر من ذكر الأسئلة التي طرحتها. Thank you درماي. عم مشترى عرفتي موسيقات قبلنا جون تبونيرو بدحريو تمالي سمعنا بقطعتنا ناتوينا. Thank you all of you. تعقسي غيركم سل استخداتات لكم غنيلنا. اوكي تغاتلتي دحري اذا حصار مسان حدر فيخ انكسلينا أي ترحقوا نجزي بين شاهق الملا ولو إبرخم زراقحو أو قزاز اللخم نخلو ميت كبروكمي مايكروفون كنصوه أنت مزانا قاعد قبريه Thank you.